بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة الخامسة من كورس الاقتصاد الهندسي، هنشرح فيها موضوع بسيط جدا، فركز معايا. الحلقة دي بالذات أنا محضرها في وقت يعني سريع جدا، كتبت لك فيه ورق كده هقول لك فيه الموضوع بتفصيله بإذن الله، مش هختصر في حاجة، هقول لك تفهم إزاي الدرس، وهحل معاك الأمثلة اللي موجودة في الشرح، وأنت وظيفتك بس تحل المثال الزيادة اللي هقول لك عليه، هدي لك مثال زيادة كده تحله أنت مع نفسك وتفهم، بس تركز في كل حرف هنقوله النهاردة لأن الكلام بسيط وحتى مفيد ليك أنت، فاتعلمه، افهم الموضوع كويس. ولو انت ما فهمتش وسمعت قبل كده من حد مثلا اي يكن مصدر الحد او قريت السلايدز لوحدك ما فهمتش، فده مش معناه ان الدرس ما يتفهمش، يعني كما ان عدم العلم لا يعني علما بالعدم، القاعده الشهيره، او عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، فنفس الكلام عدم الفهم ما يعنيش ان الدرس ما بيتفهمش، الدرس سهل وكل حاجه، بس ركز فيه وخده ببساطه هتلاقي الموضوع سهل. طيب بيتكلم عن ايه الدرس ده؟ زي ما شغل القلم كده زي ما قلنا، بيقول لك ايكونوميك كومباريزن اوف الترناتيفز، او المقارنه الاقتصاديه بين البدائل. من اسمها انا عندي الترناتيفز او بدائل، يعني ايه بدائل؟ اللي انت خدته من اول المنهج لحد النهارده ان الفلوس قيمتها مش ثابته، الفلوس بتختلف حسب الوقت اللي موجوده فيه. الفلوس اللي معايا النهارده لو انا حاططها في البنك وبقت تزيد بربح او تاخد فايده على الفلوس بتاعتي دي، هيجي كمان 10 سنين ال 10000 اللي حطيتهم او ال 5000 مش هيبقوا 5000، هيبقوا رقم جديد، رقم زايد او ناقص حسب انت حاططهم ازاي. ممكن اكون صرفت على المشروع بتاعي، ممكن اكون خدت العائد من المشروع بتاعي، وات ايفر بقى انت حسب انت شغال ازاي. يبقى في اللي انت خدته لحد النهارده ان الفلوس قيمتها مش ثابته. جميل جدا. طب من هنا ورايح بقى نتيجة لذلك هيديك شابتر كامل اللي هو الايكونوميك كومباريزن، ده الشابتر الثاني هيديلك فيه ان انا لو عايز اعمل مشروع واشوف انه مشروع او انه خطه من خطط تنفيذ المشروع ده هي الاصلح او هي الاوفر في الصرف، هي اللي هتاخد مني فلوس اقل، يعني معنى كانها كفاءه اعلى، ليها كفاءه اعلى، او الشغل بتاعها هيبقى افضل لان انا هصرف فلوس قليله وفي نفس الوقت هتديني شغل حلو. فعشان تقارن بين البدائل دي محتاج تقارن مقارنه اقتصاديه، يعني مش هندخل الجزء التقني، ماليش دعوه المكنه شغاله ولا مش شغاله حلو، يهمنا ان الجزء الفلوس اللي في الموضوع، بنفترض ان كله على نفس مستوى التقنيه، نفس النوع من المكن مثلا، ولكن الفكره في ايه؟ في الاتمان، هصرف عليها الثمن الفلاني، بعد كده هاخد منها العائد الفلاني، التوتال بقى عايزينك تتعلم ازاي تقول مين المكنه او مين المشروع، انه خطه من خطط انفاذ المشروع ده هتكون افضل، طب بناء على ايه؟ بناء على الفلوس، على اللي تكلفته هتكون اقل. طب ده نحسبه ازاي؟ قال لك لازم أن تكون فاهم حته التايم فاليو اوف ماني، فكل شابتر بيسلم الثاني. فهنعمل ايه النهارده؟ هناخد ازاي يكون عندنا خطه معينه او مشروع معين ممكن ننفذه بالخطه واحد والخطه اثنين والخطه ثلاثه. ممكن نروح نشترك مثلا في الشركه اللي هتعمل لنا المشروع ده، ممكن الشركه واحد او الشركه اثنين او الشركه ثلاثه. ممكن نروح ناجر مكان نحط فيه مشروع، ممكن المكان واحد او مكان اثنين او مكان ثلاثه الى اخره. عايزين بقى نشوف انه واحد من دول هيبقى افضل. هل الافضل ان ناجر المكان واحد اللي بندفع فيه ايجار شهري بالرقم الفلاني وبيدينا عائد بالشهر بالشكل الفلاني وبنستخدمه لمده كام سنه الخ، هندي شويه معلومات كده اهو، ولا المكان التاني اللي بندفع فيه رقم مختلف وبنقعد فيه مده مختلفه؟ يبقى هنعلمك النهارده ندي لك معلومات او انفورميشن عن الفلوس اللي هتدفعها في كل بديل وتقول لنا مين فيهم البديل الافضل. طب ما بسيطه، اللي فلوسه اقل هو البديل الافضل اللي بيكلفني تكلفه اقل، يعني لو قلت لك الشقه دي زي الشقه دي بالظبط بس واحده تكلفتها 1000 جنيه في الشهر والثانيه 1050، اكيد اللي هو 1000 احسن، ابو بلاش حلو طبعا يعني، او اللي فلوسه اقل حلو. تقول لي ما مش ببساطه دي، ما احنا هندخل بقى الشابتر اللي فات. المشاريع دايما بتبقى فيها تنبؤ بالمستقبل، لو انا بقول انا عايز اتوقع ايه اللي هيحصل قدام، هل انا اما ادفع الفلوس الكتيره قدام دي، طبعا توقع حسابي مش توقع للغيب، لا توقع حسابي، فبقول لو دفعت فيها على مدار 10 سنين المبلغ الفلاني، يبقى مش النهارده، يبقى في اختلاف في الزمن، واختلاف الزمن يعني اختلاف في ايه؟ في قيمه الفلوس، عنوان الشابتر اللي فات تايم فاليو اوف ماني. يبقى عايزين النهارده ندي لك معلومات ماليه فيها عامل الزمن وتقول لنا مين فيهم افضل لما هنيجي نطبق. طيب جميل جدا، هتلاقيني كل الكلام ده كاتبه لك في الشرح طبعا، هتلاقيني بقول لك هدف الدرس هو المقارنه بين خطتين او اكتر، مش شرط خطتين بس، الخطتين دول هيعملوا نفس الوظيفه، يعني دي هي وظيفه واحده عايزين نعملها بحاجه من الحاجات الاتيه، بخطه من الخطط الاتيه، او مشروع معين او عايزين نعمله بالطريقه الفلانيه او فلانيه او فلانيه، او شقه هنأجرها. ما تبقاش حاصر دماغك في فكره ان ده درس اقتصادي او بيتكلم عن فلوس بس كده اللي هو مثلا في البنك، لا، ده المشروع اللي انت لما تيجي تعمل مشروع هيبقى قدامك خطه واحد او اثنين او ثلاثه هتنفذ زي المشروع ده، ويقول لك عايزين الخطه الانسب او اللي تكون تكلفتها اقل، فهتحسب الاقل دي ازاي؟ هو ده درس النهارده، وتحديد الاكثر ربحا والاقل تكلفه، ده اللي احنا عايزين نحققه، ده التارجت بتاعنا من المشاريع او اللي بنسميها الالتيرناتيفز المتاحه او البدائل المتاحه. اساسيات قبل ما تخش، انا طريقتي دايما بقول لك الحاجات اللي هتحتاجها قدام بقول لك من بدري كده من الاول. المشروع اللي هيصنف كافضل خيار او اختيار لي او افضل تشويس تعمله هو اللي لما احول كل الدفعات الماليه بتاعته، ركز الكلام، الكلام ده مكتوب بدقه، كل الدفعات الماليه، ما قلتلكش كل فلوسه وخلاص، لا، الدفعات الماليه بتاعته اللي هي بقى دفعت قدام كذا، دفعت كمان 5 سنين في كذا، صلحت المكنه كمان 10 سنين بالمبلغ الفلاني، يبقى في باكج اوف فلوس اتدفعت على مدار سنين مختلفه، على مدار تايم مختلف، يبقى ما اقدرش اقول اجمع وخلاص، لا، ده في زمن، في عامل الزمن، فانا هلم الدفع ده كله بطريقه الدرس اللي فات واخليهم في الزمن الحاضر.
واللي يديني في الزمن الحاضر تكلفه اقل، يعني هدفع فيه النهارده، احنا اولاد النهارده، اللي هدفع فيه النهارده ثمن اقل، يبقى هو ده الاحسن، يبقى هو ده الاختيار الافضل. يبقى من هنا ورايح خلاص الدرس وضحت الرؤيه العامه، انك هيجي لك مشروع فيه فلوس اتدفعت على مدار فترات زمنيه مختلفه، كمان سنه، كمان سنتين، كمان 10 سنين، دفعنا فيه حبه فلوس كتير كده. ونقول لك بقى، قول لنا النهارده بقى، علما بانك هتدفع المبالغ اللي قدام دي النهارده، مين الافضل؟ هتلمهم كلهم قدام وترجعهم للزمن الحاضر اللي احنا فيه في البريزنت، واللي هيبقى تكلفته اقل هيبقى هو ده الافضل. شكرا. طب مصطلحات هامه في قصه قصيره، يعني ايه؟ بدل ما اقول لك كل مصطلح على حده كده واعرفه لك، لا انا عايز اديهم لك كلهم في القصه اللي هتتحكي لك بيها المساله، او اللي هتتروي لك بيها المساله. هيقول لك ايه؟ اشترينا جهاز او مكنه معينه او اجرنا شقه او عملنا اي شيء، بس المهم ان في بدائل في الشيء ده، يعني هجيب المكنه ايه ولا بي ولا سي، هجيب الجهاز ايه ولا بي ولا سي، هاجر الشقه ايه ولا بي ولا سي، هعمل المشروع في اللوكيشن ايه ولا بي ولا سي. فهمت الفكره؟ ما تبقاش دماغك محصوره في المثال اللي موجود، وسعها عشان لما اجي لك المساله تعرف ان دي تبع انه شابتر. يبقى اشتري المكنه دي او مكنه معينه، يعني اسمها ماشين، ادي اول كلمه تعرفها، بمبلغ في البدايه كدفعه اولى. يعني ايه؟ هل بتروح تشتري المكنه وتمشي تاخد المكنه وانت مروح، ولا بتدي له ايه بيسموه عربون، هدي له مبلغ في مقدمه، هدفع فلوس في البدايه كده، مثلا المكنه ثمنها 100,000، فانا هدي له 100,000 بس، ممكن ادفع فلوس قدام. طبعا هو ال 100,000 دول خلصت، ممكن اصين المكنه فهدفع فيها اتمن صيانه، كل سنه هيقول لي هتدفع مثلا 500 جنيه تامين، هتدفع مش عارف 400 جنيه ايه. فاول دفعه دي بنسميها فيرست كوست حسب بقى نوع المساله. ممكن مساله يقول لك الفيرست كوست دي اللي هي ثمن المكنه كله، وانت من هنا ورايح بقى كل سنه هتاخد مثلا فلوس، هتدفع فلوس صيانه او هتدفع فلوس تامين. يبقى اول دفعه بندفعها اسمها الفيرست كوست، هيدي لك الحاجات دي في المسائل، هيقول لك الفيرست كوست بتاعت المساله الفلانيه او المكنه الفلانيه بالرقم الفلاني، فتقوم حاطه على الكاش فلو دايجرام، او اللي هو بنسميه اسمه ايه، الخط صغير ليه، تعال نكبر، جميل، الكاش فلو دايجرام اللي احنا بنحط عليه الفلوس زي ما قلنا. جميل. فالفيرست كوست يعني الرقم اللي دفعناه في الاول. طيب وهصرف عليها كل، هصرف على المكنه دي او المشروع او هكذا، الخ بقى اي حاجه، فلوس صيانه دوريه، مش شرط صيانه، فلوس دوريه وخلاص. يعني المشروع ده مثلا بيحتاج مني ادفع رواتب العمال، الرواتب مش عامل ايه، فاحنا هنلخص ده كله في جمله، وان فلوس هتدفع دوريا بصوره دوريه. بعدين مثلا هندفع كل سنه، هندفع مبلغ ويتزايد الدفع ده باي طريقه من الدروس اللي فاتت. المهم انت هتدفع فلوس بعد اول دفعه بصوره دوريه، الفلوس دي سنويا، شهريا، اي حاجه بقى على حسب. هتتسمى ايه الفلوس دي في المساله؟ هيقول لك اسمها انيوال اوبريتنج كوست، من ترجمه نفسها انيوال يعني سنويا، اوبريتنج يعني تشغيل، كوست يعني تكلفه، تكلفه التشغيل السنوي. تكلفه التشغيل السنوي يعني ايه؟ يعني بيقول لك انا عايز هدي لك قدام الاوبريتنج، الانوال اوبريتنج كوست دي التكاليف اللي انت هتدفعها بصوره دوريه بعد الفيرست كوست. دفعت التكلفه الابتدائيه في الاول، وبعد كده هتدفع مبلغ دوري كل شهر كل سنه حسب بقى المساله. طيب لما يجي لك دي تبقى عارف هي بتعبر عن ايه، واختصارها اي او سي. جميل. انوال اوبريتنج كوست، بس هو مش هيجيب لك اختصار، هيجيب لك كلمه نفسها ما تخافش. وايه بقى؟ وهفضل بستخدم المكنه دي لعدد معين من السنين. هو انت هتاخدها فور انفينيتي؟ اكيد لا، هستخدم المكنه مثلا 10 شهور، 10 سنين، اي رقم. هاخد الشقه دي اجرها لمده 10 سنين، فاحنا بنستخدم الحاجات دايما اللي فيها ايه؟ فيها اند اوف تايم، فيها نهايه. المده بقى من اول ما هشتريها لحد ما هخلص خالص، اللي هي ممكن نقولها مده اللي هعمل فيها صيانه للمكنه دي، من بدايه الصيانه خالص لنهايتها، او الحاجه اللي هعملها عموما مجمل الفلوس فين بدايتها وفين نهايتها، ده بنسميه اللايف تايم، او العمر الافتراضي، او عمر المكنه، العمر بتاع الحاجه وخلاص، اللايف تايم. وفي اخر فتره خالص هبيع المكنه دي خرد مثلا يعني، او هصفي المشروع. في واحد يقول لي هو ليه الدكتور او الشرح اللي موجود في السلايدز بيقول هبيع مكنه خرده، يعني ممكن انا مش جايب مكنه؟ ما هو المفروض ما يقولكش مكنه وخلاص، المفروض يقول لك اي حاجه، هصفي المشروع بتاعي. اما اجي بخلص المشروع مثلا عامله لمده 10 سنين، وكل سنه بدفع رواتب والهيصه بتاعت الدفع كلها 1000 جنيه سنويه، يبقى بعد ما اخلص هل المشروع ده هولع فيه مثلا او هيتبخر؟ لا، ببيعه لشركه ثانيه وهكذا، فهصفي المشروع دي يعني هيجي لي فلوس منها. فبالحته دي بوزيتيف، يعني الحته دي في فلوس جايه، في عائد مادي جاي لي، مش هيدفع ده جاي لي المره دي. لكن يرجع كده، الفلوس اللي هنا دي هتدفع ولا ايه؟ هتدفع، انا اللي هدفع، انا المعطي، لان انا بعمل تكلفه. والفيرست كوست برضو دفع، انا اللي بدفع، لكن بقى الفلوس اللي بتجي لي بعد ما ابيع المشروع في الاخر او اصفيه دي بتبقى جايه لي، مش انا اللي بدفعها. بنسميها ايه؟ سالفج، اسمها ايه؟ فاليو، سالفج فاليو، او اللي هي القيمه بتاعه الارجاع، القيمه اللي انا ببيع المكنه خرده في الاخر، بصفي المشروع، بعمل الخ، هيقولها لك في المساله بكلمه سالفج فاليو. يبقى لو شفت دي على الكاش فلو دايجرام عبر عنها ازاي؟ بسهم لفوق ولا لتحت؟ قلنا سهم الايه؟ لفوق، لانها فلوس جايه لي، انا خدت فلوس، قلت لك الخط اهو، السهم اهو، لو بحط فلوس فيه يبقى السهم لتحت، ليه؟ اكن ده صندوق وبحط فلوس جواه. لو ايديا قدامك هتعرف تشوفني، بس للاسف انا مفيش وقت والله اصورها بالموبايل يعني، فلازم اصورها بالكمبيوتر عشان الرفع يبقى اسرع، رفع الفيديو يعني.
ولو انا بسحب فلوس من الصندوق ده، ادي صندوق، يفترض الخط ده صندوق، لو بحط جواه فلوس بعمل السهم لتحت، لو عايز اسحب منه فلوس يبقى السهم لفوق. فانا هنا احط السالفج دي لفوق لان انا باخد من باخد فلوس من الموضوع، من الاوبريشن اللي معايا. وهنا دي مثلا زي الفيرست كوست، بحط فلوس، بدفع انا فلوس. فهمت قصدي ايه؟ طيب يبقى كده انت عرفت شويه مصطلحات. هدف الدرس بقى ايه؟ ان هيديك اكتر من خطه لتنفيذ مشروع معين، او اكتر من مكنه، او اكتر من شقه، او اكتر من اي حاجه المفروض انك تعملها، وبتدرس الجزء الاقتصادي في العمايل دي، وعايز تعرف مين هو الخيار الافضل اقتصاديا بين قوسين. لحسن واحد يجي يقول لي مش مقنع، ما ممكن المكنه الاولى احسن من الثانيه فيبقى تمنها فيها. لا ده كده قاعد على المصطبه، احنا بنتكلم هنا اقتصاديا بفرض ان ايه؟ التقنيا ثابته، المكنه دي زي دي، الشقه دي زي دي في الجوده. هيهمنا دلوقتي الفلوس اللي هتدفع، يعني نبني طوبه طوبه في طوبه كده قدامها، تعرف تاخد بقى التقنيه دي نقيسها ازاي. طيب مين هو الافضل اختيار؟ ان جنرال هو الاقل تكلفه. فين؟ في البريزنت. مثلا يعني هديك مثال وهقوله تحت بالتفصيل. لو قلت لك مثلا، ولا لا خليه احسن، المهم ان الاقل تكلفه في البريزنت، لان ممكن يكون في توتال ارقام كتير هتدفع قدام، بس لما تلمهم في المضارع، تلمهم في البريزنت عندنا هنا اهو، يدوا لك تكلفه وكميه اقل نظريا كده على اللاين او على الكاش فلو دياجرام، لما تلمهم بيدوك رقم اكبر او اقل. يبقى لازم تقارن عند البريزنت، نقارن عند نفس النقطه. طيب مش عارف هو اللون ليه مدي اسود، في حاجه غلط اصلحها بعدين. المهم يعني طيب اقارن ازاي؟ خلاص انا فهمتك، خلاص هيديني بدائل، هيديني بديل واحد، بديل اثنين، هيديني كذا اقتراح، وكل واحد تحتيه هدفع كام في الاول، هدفع كام بعدها بصوره دوريه، هاخد كام في الاخر. الثلاث حاجات دول لازم يديهم لك. هيقول لك هتدفع كام في الاول، واللي هي الفيرست كوست، وهيقول لك هتدفع كام سنويا او شهريا او دوريا عموما، دي بنسميها الانيوال اوبريتنج كوست او الاي او سي. وهيدي لك اخر بعد ما اخر مرحله خالص، اخر فتره زمنيه هتاخد كام لما تبيع المشروع او تصفيه. يبقى الثلاث حاجات دول انت اول ما تخش المساله هتدور عليهم، او هيديهم لك في جدول ويحط لك القيم كلها فيه، يقسمه لك كده، فقشطه كله شغال يعني. طيب وايه تاني؟ خلي بالك وبيدي لك حاجه اسمها ام اي ار ار. من هي الام اي ار ار؟ المينيمم اكسبتابل ريت اوف ريتيرن، اللي هي معدل الربح، ولا تزعل نفسك، اللي هو النسبه اللي انا فلوسي الفلوس اللي هدفعها بيها الاقساط مثلا تكون بتتزايد بيها. ده كده احنا بنقول احنا عايزين اقل معدل للعائد، بنسميها ام اي ار ار، ومش هتعمق معاك فيها. المهم انك اول ما تشوفها ده معدل الربح، هتكون مثلا 10% 13%، يبقى دي الاي اللي هشتغل بيها. فاكر الاي بتاع الدروس اللي فاتت؟ هي دي بنسميها ام اي ار ار في اللحظه دي. طرق المقارنه زي ما اتفقنا، احنا عايزين نقارن اكتر من بديل لبعضهم. فهنقارنهم ازاي؟ مش كله مفتوح، ده انت لازم تحدد الاول هل اللي هقارنه ده شغالين المكانتين او الشقتين او ايا يكن اللي هقارن ما بينهم، شغالين في نفس المده الزمنيه؟ يعني هاخدهم استهلكهم لمده 5 سنين مثلا، او هني اخد المشروعين اطبق الخطتين دول على المشروع، كل واحده الخطه من مدتها 10 سنين مثلا؟ لا. لو يبقى دي اسمها ايكوال، لو لا اسمها نون ايكوال. يبقى ايكوال لايف تايمز يعني تتاكد ان البدائل كلها ليها نفس المده الزمنيه، ونون ايكوال لايف تايمز يعني المده اللي هتدفع فيها فلوس، سواء رايحه جايه، بتدفع، بتتصرف، بتعود عليا، كل ده لا مش ايكوال. ده واحده مثلا الخطه اولى، الخطه واحد تاخد 9 سنين، الخطه اثنين هتطبق في 6 سنين. فما تيجي تقارن بينهم هتحطها تحت الكاتيجوري اللي اسمها نون ايكوال لايف تايمز، لكن الاولانيه اسمها ايكوال لايف تايمز، دي خطه مختلفه. تعالى في الايكوال هنعمل ايه؟ قال لك اول حاجه، بص بقى ركز الكلام اللي احنا قلناه فوق، احنا هدفنا نقارن دلوقتي هندفع كام. يبقى هنلم كل الفلوس بتاعت التكلفه مع اللي هيعود علينا في المستقبل، نلم كله ونجيبه للحاضر، واللي يكون رقمه في الحاضر في الدفع اقل يبقى كلفنا مقدار اقل، يبقى ايه؟ اكلفنا مقدارا اقل، يبقى هو ده الافضل، يبقى هو ده الاقل تكلفه، يبقى ده الحلو. يبقى هو ده، هتقول له في السؤال كده يقول لك مين هو اقل تكلفه، تقول له هو ده، هو ده المطلوب في السؤال على فكره، انك تحدد مين البديل الافضل. في حاله الايكوال سهله، هنرسم الكاش فلو دايجرام، وبما ان المدد متساويه فالمقارنه هتبقى عادله، هشرح لك حته المقارنه عادله ولا لا دي. بما ان المدد متساويه هنرسم الكاش فلو دايجرام اللي هو الخط ده اللي بنعمل عليه، لو حاجه بتدفع، لو حاجه بندفعها تبقى لو حاجه بناخدها قصدي كعائد تبقى لفوق، لو حاجه بتعود، لو حاجه احنا بندفعها للبتاع تبقى لتحت. جميل. لو حاجه زي ما قلنا بناخدها يبقى السهم طالع لفوق، لو حاجه بندفعها تبقى السهم نازل لتحت، حسب انت فين عند المده الزمنيه. دي المده الزمنيه اللي بدفع، اللي دفعت عندها الكوست دي، وممكن اكون بدفع بصوره دوريه اهو، بصوره دوريه، واجي في الاخر اخد السالفج او اللي هو بعد ما اصفي المشروع، يبقى هاخد يعني هسحب السهم لفوق، يبقى باخد من الصندوق اللي هنا ده. زي ما قلنا الخط ده كانه، تخيله كانه صندوق، اي سهم لفوق مع انك سحبت من الصندوق ده حاجه، يبقى انت عاد عليك فلوس، نتيجه موجبه ليك انت خدت فلوس. لو اي كوست يعني انت اللي هتدفع، يبقى السهم لتحت انت بتحط فلوس في الصندوق ده، تخيلوا صندوق مفتوح كده. جميل. ودي سنه الزيرو او الشهر الزيرو او الخ، يعني انا كنت شغال على ايه، دي مثلا ممكن تكون سنه 1 2
ثلاثة حسب السهم. هنا مكتوب عليه ان هو يير، يير ولا مانث. طيب هنعمل بعد ما نعمل الكاش فلو دايجرام ده نعمل ايه؟ هنقوم لمين كل الفلوس اللي فيه اللي هي الباكج دي كلها بطريقه الدروس اللي فاتت الشابتر 1 تايم فاليو اوف ماني، اللي هو بيجيب لي دراسه ان ازاي لو حاجه بعد مده اجيبها قيمتها النهارده كانت المفروض تبقى كام؟ انا معايا معدل ربح صح؟ معايا الاي يعني. فاقوم واخد كل دول بالدروس الاولانيه اقوم صاببها فين؟ شرط بقى صبها في البريزنت، اجيبهم كلهم عند نفس السنه اللي هي البريزنت بتاعتي دي. جميل؟ بما اني جبت الخطه الاولانيه جبت توتال الفلوس بتاعها عند البريزنت، اقوم رايح للخطه الثانيه اعمل ايه؟ هيبقى نفس اللاين مرسوم بس بقى دفعات مختلفه، دفعت رقم خدت رقم مختلف، دفعت هنا رقم دوري مختلف، دفعت فيرست كوست مختلفه، هلم كل دول كلهم وامصبهم فين؟ عند البريزنت. تلاقي اللي هنا عند البريزنت مثلا ان انا هدفع 50 وان هنا في البريزنت عشان اعمل الخطه دي هدفع 30، يبقى مين الافضل؟ اكيد اللي هدفع فيها 30. تقوم قايل له اذا الافضل امه 30، شكرا. هي دي مساله باختصار اللي طلعنا فوق. طيب تعال نخش على المسائل بقى على طول، بما اني مفيش وقت فانا مش كاتب المساله، انا كاتب حل المساله. فهم رايحين اهو نجيب المساله، ده اللي هتلاقيه في السلايدز. السلايدز بص كاتبه ايه؟ كاتبه ده الشرح، فاكيد ده مش حل يعني، ده كده مش هيفهمك حاجه، الشرح ده مش هيفهمك حاجه. طيب المساله تعال نقرا المساله ونحلها، كلام بسيط جدا. بص المساله هتيجي ازاي. بيقول لك كومباني، في شركه ديسكاسز، بص بيقول لك بتناقش 3 الترناتيفز، ثلاث بدائل. على طول مخك يشتغل على الدرس بتاع النهارده اول ما تلاقي بدائل في الموضوع. بتناقش ثلاث بدائل لايه؟ تو سبلاي انرجي، عشان توفر طاقه تو ا ريموت اريا، لمنطقه نائيه او بعيده. استخدم البريزنت فاليو ميثود، طريقه البريزنت فاليو اللي هي الطريقه اللي بدرس بيها قيم التوتال ماني اللي اتدفع قدام لما يتجاب النهارده هيبقى كام، دي اسمها بريزنت فاليو ميثود. اوف ايكوال سيرفيس ماشينز، بص بقى ايكوال سيرفيس دي مهمه جدا على فكره. بيقول لك ان الماشينز اللي بنتكلم عنها تقنيا زي بعض. اصل واحد يقول لي ما زي ما قلت لك الغالي ثمنه فيه، لا هنا كلهم زي بعض طبعا، يعني المكن كاداء كله زي بعض، بس واحد فلوسه هتبقى اغلى في التكلفه من الثاني، فعايزين نجيب بقى مين اغلى ده او مين الاقل عشان يبقى هو الاحسن. With cost shown in table below، الثلاث مكانات او الثلاث اختيارات اللي هنجيبهم عشان نولد بيهم الطاقه دي، كل اختيار منهم متوضح لك تحت هيدفع فيه فلوس ازاي. وبيقول لك خلي بالك السالفج، او كتبها هنا غلط، السالفج فاليو هي الفاليو اللي بتتاخد في الاخر لما نبيع المكن في صوره ايه؟ في اخر اللايف تايم، لما بنروح نبيع المكنه في الاخر خلاص خلصنا شغل بيها فنبيعها خرده مثلا، الفلوس اللي في الاخر دي اسمها سالفج، بتبقى عائد ليك موجب ليك. وبيقول لك الام اي ار ار يعني المينيمم اسمها ايه اكسبتابل ريت اوف ريتيرن، يعني اقل معدل ربح المفروض نقبل بيه اللي هو 10% او معدل فايده، يعني مش عايزين نسميها ربح قوي. بيقول لك بقى ايه ديترمن او حدد الاوبتيمم تشويس، الاختيار الانسب الاختيار الافضل. الاختيار الافضل هو مين؟ اللي يكون في الوقت الحاضر بدفع له تكلفه اقل، هو ده تفكير المساله. على فكره بص يتخضك في البدايه وشكلها تافه جدا، همسك الجدول ده دلوقتي هحوله لكاش فلو دايجرام، كل قطه منهم هعملها في كاش فلو دايجرام واملاه من كله في الحاضر واللي رقمه اقل خلصت كده، يبقى كاني مساله ده شابتر 1 بس تطبيق عليه. ويقول لك خلي بالك كل القيم اللي في الجدول دي اكسبنسز اكسبت ذا سالفج فاليو، ويقول لك خلي بالك كل اللي في الجدول بتدفعه بيبقى كوست انت بتدفعها باستثناء السالفج هي اللي بتعود عليه، فخلي بالك المعلومه دي يعني. طب ايه اللي مكتوب في الجدول؟ اول اختيار الالكتريك جريد، ان انا اولد طاقه عن طريق الايه الجريد الكهربي ده، مش مهم تفهم هو ايه على فكره، بديل واحد سميه كده في الامتحان بديل واحد، وده سميه بديل اثنين لحسن واحد يوقفوا كلمه الترجمه ولا يهمك يا معلم، جاز باورد وسولار باورد، المهم ده البديل الاول البديل الثاني البديل الثالث. وهنا المعايير اللي هتكلم عنها بقى، الفيرست كوست يعني اللي هدفعه في كل واحد فيهم في البدايه، ثمن المكنه نفسها، ثمن المقدمه اللي هدفع فلوس اللي في الاول خالص، قال لك 2500، يبقى الالكتريك جريد هيدفع فيه في الاول 2500، الثاني 3500، الاختيار الثالث هيدفع في الاول 6000. ليه ما قررناش وخلاص؟ ما سهله اهي، النهارده هدفع 2500 3500 6000، اقول لك لا، ما هو ده مش الدفع بس، ده لسه في حاجات هتدفع قدام. عشان كده ما قررناش بس بين الفيرست كوست، احتاجنا نجيب اللي قدام في الزمن ده نرجعه ورا عند البريزنت. عند الفيرست كوست دي، مش شرط الفيرست كوست عند البريزنت بس، عايزين نرجع كله عند البريزنت وخلاص. طيب، وقال لك في حاجه اسمها الانيوال اوبريتنج كوست اللي شرحناها فوق، او الدفع السنوي بقى بتاع الصيانه مثلا، هيدفع في حاله الالكتريك جريد 900 جنيه سنويا او 900 دولار سنويا. مين قال سنويا؟ هو اللي قال، او هو هيوضح لك حتى المفروض كله سنويا. وعايز اقول لك حتى يعني هو قايل لك تحت اللايف اللايف تايم ييرز، يبقى دي انيوال سنويا، ف 900 دولار سنويا في حاله الالكتريك جريد، والجاز باور 700 سنويا، والسولار 50 سنويا. طب كل واحد فيهم لما اجي ابيعه في الاخر واصفي المشروع هاخد كام؟ قال لك هنا السالفج فاليو هناخد 200 لما نيجي نصفي دي، وهناخد 350 لما نصفي دي، و100 لما نصفي دي نبيعها خرده.
طب اللايف تايم، اه لقيتهم كلهم متساويين، يبقى انت في امتحان مش عايز احل لك مساله عينك عارف احنا بنشتغل على ايه، لا اكنك مش عارف انها ايكوال. جيت في امتحان لقيتهم ايكوال، تقوم مفكر في تفكير النهارده ده، تقول ايكوال سهله ده اسهل نوع، اقوم راسم كاش فلور كل واحد، الم كله في البريزنت، اقارن اشوف مين اقل واحد في التكلفه، لقينا ده تكلفه ده هيقعد 5 سنين شغال، ده هيقعد 5 سنين شغال، ده 5 سنين شغال، يبقى يعني 3 مشاريع متساويين في مده العمل، الخطه الثلاث خطط هيشغلوا لنا طاقه لمده 5 سنين. ابدا حول لي ده العمود الاولاني لكاش فلو دايجرام، وسميه الكاش فلو دايجرام بتاع الالكتريك جريد، ولم كل القيم دي بعد ما تحطها على على نفس السطر، لمها كلها عند نفس السنه وهي سنه الزيرو اللي هي بريزنت حاليا، شوف هندفع كام دلوقتي انجزنا يعني، وهنا خد ده كله اعمله كاش فلو دايجرام ولمه عند الايه الزيرو او عند البريزنت وهكذا النوع ده. طيب وبعد كده اللي هتجيبه عند البريزنت ده شوف مين اقل واحد، يبقى هو ده اللي تكلفته اقل وهو ده الافضل، بما ان هما ايكوال لايف تايمز. اول واحد هنعمل ايه؟ قال لك 2500 في البدايه، ادي 2500 في البدايه، السهم اللي تحت بندفع سهم الاسفل. طيب قال لك 900 سنويا، خلاص يبقى سنويا يعني من اول سنه، اول سنه صيانه اهي، يبقى بعد سنه من النهارده هدفع 900 صيانه، بعد سنه كمان هدفع 900 900 900 900، يعني اكني بقول لك اقف عند 5 سنين من صفر تقف لحد خمسه، يبقى انت دفعت 5 مرات 900 بعد، يبقى بندفع الانيوال اوبريتنج كوست بعدد اللايف تايم ييرز او بعدد اللايف تايم بيريد، بندفع دي بعدد مرات دي 900 هندفع 5 مرات، بدءا منين؟ من الزيرو؟ لا طبعا انا هصين النهارده، انا لسه شاريها، هصين بعد سنه، فهمت الفكره؟ اسمها انيوال سنويه، يبقى النهارده هدفع 900 900 900 لحد 5 سنين. قال لك وبعد ما ابيعها هاخد 200 في الاخر، ادي 200 في الاخر يبقى طالع لفوق ليه؟ لاني بسحب من الصندوق، قلت لك اكن الخط ده اكنه صندوق، السهم اللي تحت بحط جوه الصندوق ده يبقى انا اللي بدفع، طب السهم اللي فوق اكن انا اللي باخد من الصندوق. طيب تعرف بقى شابتر 1 هنا بقى، معلش مش هنراجع، انا الصراحه هراجع بس بضحك عليك، انت المفروض تكون فاكر شابتر 1 ازاي ده نلم الاسهم دي كلها عند الزيرو، لو ما سمعتش شابتر 1 فانت مش هتفهمه، شابتر 1 بكل ما فيه بقى، سواء مثلا مش شرط متساويين، ممكن يكون 900 1000 1100 1200 يبقى دي ايه؟ ارثمتيك ارثمتيك جراديانت، ممكن تبقى مثلا 900 بعدها 1800 بعدها 3600 يبقى دي ايه؟ يبقى دي جراديانت بس من نوع جيومتريك، يبقى لازم تكون مذاكر كل الدروس، هو بيفترض انك هتعرف تحول ده كله عند البريزنت. هتعمل ايه يا معلم؟ تاخد ال 200 دي ارجع بيها بالزمن كسنجل بيمنت، يعني ده اول درس في المنهج، كخط واحد برجع بيه بالزمن ازاي؟ قلنا لو الخط عايز يرجع بالزمن بيتقسم، لو طالع بالزمن بيتضرب، واثبتنا ليه ساعتها وفهمتها لك مش بس حفظناها. يبقى ال 200 هقسمها على، بص بقى نرجع هنا للشرح احسن، انت خلاص فهمت اسمها ايه؟ ان ده الكاش فلو بتاع الاولانيه، طيب الكاش فلو بتاع الثانيه 3500 في الاول اهو، و700 كل سنه، وهاخد 350 سالفج في الاخر، ده بتاع الجاز باورد. والكاش فلو الثالث هدفع 6000 في الاول، بعد كده 50 كل سنه، و100 هاخدها في الاخر. تعال بقى نروح للورق، هتلاقيني كاتبه لك هناك شرح نضيف شويه. بص بقى يا عزيزي، 2500 في الاول، 900 كل سنه، 200 اتسحبوا، ايه اللي حصل؟ ده بتاع الالكتريك جريد، عايز الم دول كلهم عند الزيرو. هنقوم واخدين ال 200 دي واقسمينها على على كام؟ ركز عشان ترجع بالزمن بيها وتحطها هنا اهو. هتتقسم على كام؟ على 1 زائد اي الكل باور ان. مين الاي؟ قال لك الاي في المساله اللي شغالين عليها، بص قال لك كام؟ ب 10%. الام اي ار ار يعني نسبه الربح اللي انا شغال بيها، الاي اللي انا شغال بيها. يبقى 10%، يبقى الاي هنا بواحد من 10 اللي هي 10 على 100 يعني. يبقى 1 زائد 0.1 الكل باور ان اللي هرجعها اللي هي 5 قفزات، من الخمسه للزيرو هرجع ب 200 5 قفزات. يبقى 5، وكنا بنقول ان عدد الان اللي في اي قانون في الدنيا، اي قانون في الاقتصاد، هي عباره عن ايه؟ يا اما تقول عدد الاسهم لو انت شغال في سيريز، او تقول عدد القفزات، قفزه 1، قفزه 2، قفزه 3، قفزه 4، قفزه 5، او تقول عدد مرات تطبيق الربح. الربح هيتطبق وانا عند السنه 5، هيتطبق امتى؟ لما ارجع لاربعه ادي مره، لما ارجع لثلاثه مرتين، للاثنين ادي ثلاثه، اربعه، خمسه، هيتطبق 5 مرات، فالخمسه دي ممكن تجاوب 20 طريقه. حلو؟ واقسم من فوق ال 200. يبقى عشان ارجع بال 200 واجيب قيمتها النهارده، هقوم قاسم على 1 زائد الربح الكل باور 5، جاب لي القيمه. القيمه هتبقى فين؟ فوق ولا لتحت؟ مش انا ال 200 دول كنت واخدهم كفلوس انا اللي واخدها، يبقى هنا هتبقى برضه انا اللي واخدها. يبقى السهم اللي يبقى لفوق قدام يرجع لفوق ورا، واللي يبقى لتحت قدام يرجع برضه لتحت ورا، عند عند البريزنت يعني. جميل. طب ال 2500 يعني فيهم حاجه؟ لا سيبها زي ما هي، ما هي على نفس الخط، على نفس النقطه، فنقدر نشتغل بيها عادي. المهم ان كلهم يتلموا عند البريزنت، ناقص مين ما تلمش؟ ده اتلم خلاص، ناقص دول. كنا بنحوط عليهم كده اهو، لو انت سمعت الشرح بتاعي، كنا عاملين سهم ونقوم مصبينه فين؟ عند الايه؟ قبلها بخطوه. بالله عليك ما تبقاش حافظ مش فاهم، لو قلت بنلمهم ونرميهم عند البريزنت غلط. القانون بتاعك ممكن اكون اصلا بادئ الدفع مثلا يعني بعد السنه الثالثه، فلما اجي اصبهم اصبهم في السنه الثانيه، مش كله بيتصب عند البريزنت وخلاص، وده اكدت عليه في الشرح بتاع الدرس نفسه فارجع له. يبقى 900 900 900 هنصب قبلها بخطوه، يبقى ايه؟
تتصب عند البريزنت اللي هو عند الزيرو هنا. طب القيمه اللي هتتصب كام؟ تعال نحسبها، تقول لي 900 اللي هي الاي على ال 0.1 اللي هي الاي، قانون بقى اللي هو كان بيقول لك الاي اللي هي القيمه اللي بتدفعها بصوره دوليه، قانون اليونيفورم سيريز على الاي، بنفتح قوس بنحط 1 ناقص 1 زائد اي، ده موجود في الفورمولا شيت، الكل باور سالب ان، ونقفل القوس الكبير. ده قانون المفروض انت حافظه. بعد ما تعوض مين الايه هنا؟ القيمه الثابته اللي هي 900 على ال 0.1 اللي هي الاي اللي هي نسبه الربح مضروبه في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1.1 من 10، 1 زائد 1 من 10 اللي هي 1.1 من 10، الكل باور سالب ان يعني سالب 5. من هي الخمسه؟ عدد الاسهم اللي انا متكرره، عدد مرات الدفع، عدد المرات اللي هدفع فيها صيانه، سميها زي ما تسميها. عوضت في القانون جبت ده هيدي لك سهم، دول كلهم كانوا فين؟ كانوا لتحت، يرجعوا هنا كسهم كبير لتحت. طيب جميل قوي. ايه اللي حصل كده؟ لميت ده كده اتشطب خلاص، اشطب عليه كده، كل القيم اللي كانت في المستقبل لميتها عند البريزنت، قيمه منهم رجعت لفوق وعندي قيمه لتحت وقيمه اصلا لتحت اللي هي ال 2500. شيل بقى كل دول، قول لي بقى انا عندي التوتال دلوقتي واحده لفوق اللي هي ال 200 بس بعد ما رجعت، اللي هي 200 على 1.1 من 10 كله اس 5، 200 على 1.1 الكل اس اس 5، دي قيمتها بعد ما رجعت، وعندي 2500 اصلا جاهزه، وعندي سهم جنبها بتاع الخمس تسعات دول لما رجعوا، مقدار القيمه بتاعته هي قيمه معينه احنا لسه حاسبينها، هنحسبها دلوقتي اللي هي دي. طيب يبقى التوتال كام؟ بس التوتال يعمل ايه؟ قول الكبير ناقص الصغير. طب انا ما اعرفش مين الكبير والصغير، يا عم قول اللي حصل تحت شوف هيطلع مين بقى الكبير، فاهم الفكره؟ عندي سهمين تحت 2500 واللي حصل بتاع 9900 دول مع بعض ناقص اللي ضدهم، لو النتج طلع موجب يبقى المحصله لتحت، لو النتج طلع سالب يبقى المحصله لفوق، شغل ستيكه شغل عبط يعني فاهم، دفع بقى بس حولها للقيم بتاعت زمان. يبقى تقوم قايل 2500 زائد اللي معاها ناقص اللي ضدهم، يبقى بنعمل سميشن، بنعمل اللي هو نعمل اسمها ايه؟ انك تعمل اتزان، تدرس الاتزان، شوف اللي تحت بيساوي اللي فوق، الدفع اللي اتدفع ناقص اللي ايه؟ اللي خدته، يديني توتال الدفع. لو انت دفعت 1000 جنيه وبعدين هم ادوا لك جايزه 100، يبقى انت التوتال دفع كام؟ 900، اكنك دفعت 900، ما هو انت خدت 1000 يعني اديتهم 1000 وبعدين خدت 100، يبقى اكنك اديتهم 900، هو ده اللي احنا عملناه. فهنقول اللي تحت ناقص اللي فوق او اللي فوق ناقص اللي تحت حسب مين الايه؟ مين الكبير. فقلنا 2500 دي جاهزه زائد ال 900 لما رجعت بالقيمه بتاعتها 900 على 0.1 في 1 ناقص 1.1 من 10 الكل اس سالب ان اللي هي سالب 5 ناقص اللي فوقيهم اللي هو اللي ضدهم اللي هو 200 على 1.1 من 10 كله اس 5 حطيناها بالناقص لانها ضدهم، هيجيب لي توتال كام؟ توتال الفلوس اللي عند الزيرو طلعت بالرقم ده موجب يبقى فين؟ يبقى في الايه؟ في التحت. مش احنا بادئين عمليه الطرح قلنا اللي تحت ناقص اللي فوق، يبقى اللي تحت خلينا نسميها كده اللي تحت ناقص اللي فوق، لو الناتج طلع موجب يا معنى كان اللي تحت هو الاكبر فساعتها يبقى المحصله لتحت، ولو الناتج طلع سالب يبقى المحصله لفوق، كلام رياضه يعني تافه يعني فاهمني. فهو طلع لك 5700 وحاجه، يبقى التوتال ده كان لكام؟ كان دفع. يبقى تقوم قايل انا بكتب كده بقى 5787 لتحت، اكتبها كده، او تقوم قايل له ايه؟ سهم جنبها، وده مش موجود في السلايدز، اللي في السلايد بيعمل ايه بقى؟ بيحط سالب. فانت بعد ما تخلص تقول له بما اني 5798 داون وورد على الكاش فلو ديجرام، اذا اكنها سالب 5787 دي. يعني السالب ملوش معنى، ده التكلفه دفعها. السالب ده يعبر عن السهم لتحت. فانا شايف طريقه الصراحه احسن، انا بحلها بالموجب كده وبكتب له في الاخر بس لو انت عايزه يعني خد يا عم عشان ما تنقصنيش. لكن انت فاهم فعارف ان الرقم فلوس موجبه. ولكن فلوس دي لتحت يعني دفعه. يبقى احنا ايه اللي حصل دلوقتي عشان ما تتوهش؟ لمينا كل الفلوس اللي قدام عند نقطة واحدة من الزمن وهي نقطة الزيرو البريزنت، وعملنا ايه؟ عملنا سميشن، جبنا توتال الدفع اللي دفعناه، طلع رقم معين، جميل قوي. دي أول اختيار، أول الترناتيف. نيجي للالترناتيف الثاني نعمل نفس الكلام، هنلم كل دول عند نفس النقطة، عشان كده مسألة طويلة شوية. الجاز باور هتقوم واخد 350 اللي هو بتاع السالفج، تقوم مرجعهم لهنا بنفس الطريقة 350 على 1.1 من 10 كله أس 5، وهيبقى سهمها هنا كانت فوق يرجع لفوق عند الزيرو، ودي جاهزه اصلا ما انا مش هتعمل فيها حاجه. ناقص ال 700 ترجعهم ازاي؟ الاي على الاي في 1 ناقص 1 زائد اي الكل اس سالب ان، القانون بتاع اليونيفورم سيريز. يبقى 700 على 0.1 في 1 ناقص 1.1 من 10 كله اس سالب 5، قانون محفوظ. السالب 5 دي مين؟ عدد الاسهم. مش عايز احفظ اسمع لك القانون خلاص. عدد الاسهم 5 فاحنا حاطين 5، او ممكن نسميها عدد الدفعات اللي متكرره الاخ اللي انت عايزه بقى. دول كانوا لتحت ترجع لايه؟ ترجع كسهم لتحت. يبقى كده عندي قيمتين لتحت، قيمه ال 3500 وقيمه ال 700 اللي رجعت وقيمه واحده لفوق، يبقى تقول ايه؟ الكبير ناقص الصغير، واللي يطلع يبقى المحصله في اتجاه الكبير. طيب هتجمع ايه بقى؟
النهايه 3500 مع توتال ال 700 اللي رجعت اللي هي بقت لتحت دلوقتي اهو 3500 زائد قيمه ال 700 ناقص اللي ضدهم فوق اللي هو قيمه ال 350 لما رجعت 350 على 1 1 10 كل اس 5 واللي يطلع التوتال هو ده توتال التكلفه طلع كام 5900 طالما من موجب يبقى في الاتجاه الكبير اللي انت كنت فرضه يعني في الاتجاه اللي تحت ده يبقى تقول له 5936 وتعمل سهم لتحت انا بقول لك اعملها له ولو نقصك عليها يبقى انت فاهم وهو اللي يستاهل بقى ان ايه ده عليه خلاص يبقى السهم لتحت او عايز تاخد الدرجه والمضمونه اكتب له اذا بما ان هي داون وورد اذا هي قيمه سالبه عشان يعني ماشيين على الاصطلاح اللي انت متفق عليه ان السالب لتحت والموجب لفوق ولا ماشي حتى في الاصطلاح يعني كل واحد يتفق براحته احنا اتفقنا ان نحط سالب لما يكون السهم لتحت فمفيش مشكله يبقى كده الدفع اللي هندفعه في الكيس دي 5900 اللي فوق كان كام 5700 فقبل ما نكمل مين الاحسن في دول الاختيار الاول ولا الثاني اكيد اللي هدفع فيها اقل اللي هو ده هنا 5700 وهنا هدفع 5900 فلما جبناهم عند البريزنت اتضح مين الافضل فيهم طب عايزين نكمل بقى مقارنه مع الثالث هنروح رايحين للسهم بتاع الثالث الكاش فلو بتاعه ونلم ناخد ال100 نوديها عند البريزنت 100 على 1 1 الكل اس 5 قانون السحبه بتاعت الدرس الاولاني هترجع سهم الفوق ليه سهم الفوق لانها كانت قدام سهم الفوق يعني اللي انت بتسحبه قدام كفايده اللي بتاخده كربح اكيد لما يرجع للبريزنت هيبقى ربح بس قيمته مختلفه ودول كانوا ايه كانوا دفع منك انت اللي بتدفع كوست تكلفه لما يرجعوا هيرجعوا برده كسهم لتحت يبقى عندي عند الاوريجن كام او عند السنه الاولى عند السنه الزيرو قصدي 6000 جاهزه ومعاها قيمه هتدفع برده اللي هي حصلت الخمسينات وقيمه لفوق هاخدها قيمه وحيده بتاعت السالفج هقول توتال لتحت ناقص اللي فوق بيديني اسمها ايه الالتزام بتاعي هقول 6000 زائد اللي معاها مين الخمسينات لما رجعت 50 على 1 من 10 اللي هو الاي في 1 ناقص 1 زائد اي اللي هي 1 1 من 10 كله سالب ان اللي هي سالب 5 من هي الخمسه عدد الاسهم خلصت لا ناقص اللي ضدهم مين اللي ضدهم سهم واحد فقط اللي هو ال 100 طب ممكن على فكره كان يعمل حاجه ثانيه ممكن يديلك 2 سالفج عادي جدا بعت المكنه مرضي ايا يكن فانت خليك مرن اللي موجود حاول المهم انك تلم كل اللي هنا عند نفس البوينت وهي نقطه الزيرو طلع لي ان عند نقطه الزيرو في الحاله الثالثه 6000 وكسر اللي فوق كان 5700 5900 6000 مين الافضل اللي اقل تكلفه اللي في يومنا الحالي دفعت فيه رقم اقل بس كمجمل بقى كمجمل تكلفته بالنهارده بثمن الفلوس الحالي بالتايم فاليو اوف ماني بتاعت النهارده فهمت الفكره يبقى الاقل مين هو الاولاني خالص على الالكتريك جريد اذا تقول له اقلهم تكلفه هو الالكتريك جريد اتس ذا اوبتيمم تشويس الالكتريك جريد هي الاختيار الانسب طولنا بس هديك فهمت ان شاء الله يعني طب لو نون ايكوال ثانيه اخد نفسي واجيب طيب نرجع تاني لو نون ايكوال لايف تايم ايه بقى اللي هيحصل هنا اللي فوق ده كله كان كل المشاريع دي خمس سنين صح فقارنا مقارنه بسيطه رحنا لمينا اللي هنا وديناه عند الزيرو لمينا اللي فوق وديناه عند الزيرو وقارنا طب افرض كل واحده فيهم عدد معين من السنين يعني مشروع هيتطبق لخمس سنين والتاني لسبعه والتاني لعشرة المقارنه مش تبقى عادله ما ينفعش تلم لي توتال الفلوس اللي هنا في ابو خمس سنين وتحطها عند الاوريجن وتروح تلم المشروع ابو 10 سنين وتحط برضه كل الفلوس عند الاوريجن طب ما اكيد ابو خمسه هيطلع اقل فانت مش قياس عادل طب تفهمها ازاي؟ تعالى مثلا انا اكتب لك مثال تحت الفهم بس مش اكتر بقول لك انت عندك شقه هتاجرها 3 شهور كل شهر ب 100 جنيه طبعا ده مثال ساذج قوي بس هيفهمك الدنيا هاجر شقه دي 3 شهور كل شهر ب 100 جنيه ولا مين افضل فيها؟ هل دي ولا لما شقه اجرها سنه بس السنه كلها ب 1100 مين احسن؟ واحد بقى بسيط يقول لي ايه؟ 100 اقل من 1100 يبقى ايه؟ دي احسن اقول له غلط انت قارنت مقارنه غير عادله ليه؟ دي انا اجرتها 3 شهور واديتك ثمنها في 3 شهور اللي هو 300 جنيه مثلا 300 جنيه في 3 شهور يبقى ال 300 دي ثمن ال 3 شهور لكن ال 1100 دي ثمن سنه فاختلاف المده هيؤدي لاختلاف الكونسبت نفسه المعنى نفسه فاهمني؟ لو جيت تشوف هنا الشهر بكام؟ ب 100 لكن في دي السنه 12 شهر يبقى الشهر واقف عليك بكام؟ باقل من ال 100 السنه كلها كانت المفروض تبقى 1000 ب 200 لا بقى 1100 يعني مخفض لك حبه فهنا هتلاقي الموضوع مثلا ب 9 ب 95 جنيه الشهر في الكيس الثانيه 95 في حال ان الشهر في الكيس الاولانيه بكام؟ ب 100 يبقى مين افضل الثاني؟ في حين انك في البدايه لما عملت حكم مبدئي كده قلت لي 3 شهور ب 300 جنيه سنه ب 1100 ال 300 اقل من 1100 اذا اللي فوق احسن اقول لك ده كلام فارغ غلط طبعا يبقى لازم نعمل حاجه ايه؟ تخليهم لنا ايكوال في الزمن بتاعهم يبقى احنا الدرس ده هنعمل فيه ايه؟ هنحول من النون ايكوال لايف تايم نخليهم ايكوال لايف تايم بسيطه من النون ايكوال لايف تايم للايكوال لايف تايم وفي حل ثاني هنعمله ولو جاي افكر فيه المفروض يكون جه في دماغك المفروض يعني تقول لي بسيطه يا عم انت دلوقتي عملت ايه انت نفسك دلوقتي باللوجيك كده قلت 3 شهور ب 300 يبقى الشهر بكام ب 100 وجيت هنا قلت ايه 1100 على عدد الشهور اداني 95 فقارنت بين مين ومين
الدفعه الشهريه، قارنت بين المبلغ اللي هدفعه شهريا، قارنت بين القيمه الثابته اللي هتدفع كل فتره زمنيه محدده، قلت لي ال 100 وال 95، 95 اقل، يبقى الاختيار بتاع 95 هو الافضل. تقول لي اه هو ده، هو ده الطريقه الثانيه نحل بيها الدرس. فالمنهج ممكن تخمنه والله، يبقى قدامنا طريقتين نحل بيهم، يا اما هنساوي السنين هنخليهم كلهم ليهم نفس الزمن عشان نعرف نقارن مقارنه عادله، فيبقى دي بدل ما دي 3 شهور نقول لا لو هتبقى سنه هيبقى التوتال كام؟ تقول لي بدل 300 هيبقى التوتال 1200، فانا هقارن ال 1200 دي بال 1100 كده المقارنه عادله، فيطلع 1100 اقل، اذا الاختيار الثاني هو الافضل. او تعمل حاجات اسهل، تجيب ثمن الشقه شهريا وتجيب ثمن الشقه من هنا شهريا وتشوف مين اللي ايه، مين اللي اقل، فيبقى هو الافضل. ده الطريقه الاولى للحل، ودي الطريقه الثانيه للحل، هتلاقي الدكتور كتبهم لك اهو فوق بعضهم، وهتحداك لو فهمت يعني الموضوع في السلايدز علمي بطريقه حلوه بس مش مناسب للطلبه اللي زينا يعني، فاهم الفكره؟ هتلاقي لك ايه ليست كومن مالتيبل ميثود، تحس ان الكلام عميق قوي في حين هو الموضوع بسيط، وتحس مين ال سي ام دي، تحس ان يعني ده نوع ايه، ده نوع مراتب مش مفهوم ايه ده اصلا، فانت هتبقى متلخبط عشان تفكر الكلام صعب في حين الموضوع سهل، سهل جدا يعني، خليك معايا. جميل، ايوه هنعمل ايه بقى؟ هنحسب ازاي؟ قال لك هنفترض دي اول طريقه بقى، عايزين نساوي الزمن، عايز اقول 3 شهور دي والسنه اساويهم ازاي ببعض، عايز اجيب حاجه تجمعهم ببعض. اقول لك سهله، قول لي اكني هاجر الثلاث شهور دول بس بعد ما العقد يخلص هجدده مره كمان، ولما يخلص مره كمان هجدده مره كمان لحد 4 مرات، ايه هبقى كده خلصت 12 شهر، يبقى انا اكني هعمل مضاعفه للاصغر فيهم لحد ما وصلوا للكبير. طب افرض الاثنين عمرهم ما يوصلوا لبعض، يعني هنا سهله 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور هيدي لك 12 شهر يعني سنه، ساعتها لو كررت الفلوس المدفوعه في خلال الثلاث شهور دول 4 مرات هتوصل للي اتدفع هناك في سنه، وتقدر تقارن ما بينهم لانك سويت المدرك، حولتها من نون ايكوال لايف تايم لايكوال لايف تايم. لكن هو ده ممكن في كل الاحوال؟ قال لك لا، افرض كانت سنه و3 من 10، هل المقارنه دي وارده؟ لا هتبقى غلط، او سنه و4 من 10 مش تعرف اللي هي يعني كام، خليها مثلا اللي هي 16 شهر. تعرف هل الثلاثه تعرف تضعيفها عدد مرات توصلك ل 16؟ مش تعرف. فالثلاثه وثلاثه 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 وثلاثه، خمس ثلاثات دي 15، في واحد بقى فرق، فمش هتعرف توصلهم لللايف تايم. قال لك اه هنخترع لك طريقه كده بقى تمسك بيها الاثنين وتوصلهم لحاجه تخليهم الاثنين في متساويين في المده. طب ايه هي؟ تعال نشوف، اسمها المضاعف المشترك الاصغر. هنجيب حاجه اسمها الميم ميم الف، يعني اعتزازنا باللغه كده وكاتبينها بالعربي، ميم ميم الف المضاعف المشترك الاصغر، اللي هو ايه بقى؟ ليست كومن مالتيبل، الرقم الاصغر في الضرب، الرقم الاصغر او الشائع في الضرب ال سي ام. ايه لازمه الرقم ده؟ ده بيقول لك مثلا يعني لو انا معايا 6 و9، ايه الرقم، ايه اول رقم هقابله؟ بص بقى إيه؟ بص الكلمه بدقه ازاي، ايه اول رقم او اصغر رقم هقابله هيقبل الاسم على ده وعلى ده. طب يعني ايه يقبل اسمه؟ يعني ده من مضاعفاته وده من مضاعفاته. اقول لك الاجابه 18، هتعرف تجيب ازاي ال 18 دي النهارده بقى، ال 18 دي هتفرق معاك قوي. ايه لازمه ال 18 دي؟ المشروع الاولاني هيتعمل في 6 سنين والتاني تعمل في 9 سنين، مش هعرف ابدا اوصل للاثنين ان يكونوا نفس التايم غير لما اجيب تايم اكبر من الاثنين، يتسع ان يشيل عدد مضاعفات من دي وعدد مضاعفات من دي، فهمت الفكره؟ فهجيب الرقم ده اللي هو الليست كومن مالتيبل او ال سي ام اللي هو 18. هنا 18 دي تقدر تشيل 6 ثلاثات، يبقى اكني هاجر 6 سنين او هعمل مشروع مره، واكني هعمله مره كمان ب6 كمان و6 كمان، يبقى ايه 18، واجيب التسعه دي اعملها مرتين، ادي المره الاولانيه وادي المره الثانيه، يبقى 18 برضه. ساعتها هتقدر تقارن الكاش فلو دايجرامز دي ببعضها. ليه؟ لانك سويت المدد فبقيت المحاكمه عادله. فهمت الفكره ايه؟ طب تقول لي هو انا ليه اضاعف؟ يعني ازاي اضاعف دي؟ اقول لك اه سهله، شو انت قلت فوق 3 شهور ها ب 300 جنيه، يبقى السنه بكام؟ ب 12، طب السنه ب 1200، طب ما انت عملت مضاعفه. قلت وكاني خلصت العقد وقمت ايه؟ كاتبه من جديد بكل شروط العقد. يعني ايه كل شروط العقد؟ هفترض جدلا ان المكنه اشتريتها بالثمن الفلاني. حلو، اشتريتها دفعت فيرست كوست معينه وبدفع مبلغ سنوي معين، خلي بالك في الكلام، وفي الاخر اهو المبلغ السنوي خلصناه، وفي الاخر باخد سالفج. كل دي اسمها ايه؟ 6 سنين في المثال اللي احنا بنتكلم عليه، 6 ييرز. جميل، 6 ييرز، خلينا نكتبها بالتفصيل عشان ما تتلخبطش. تقول لي بقى لما احب اضعفهم واخليهم 18 هعمل ايه؟ هتقوم كاتب من اكنك هتشتريها من جديد، يبقى ايه؟ هدفع فيرست كوست وهدفع مبلغ سنوي هو هو بالظبط، وفي الاخر هاخد سالفج. طب الاخر ده اللي هو فين؟ مش انت بادئ من 6؟ المرحله الثانيه بدات من 6، يبقى هنا هتاخد عند 12. يعني اكني هعمل عقد جديد من السنه السادسه لحد السنه ال 12، طب من ال 12 هعمل من 12 لحد 18. هتكرر نفس الباكج دي اوف ايه؟ اوف اروز، نفس الباكج بتاعت الاسهم دي كلها بنفس شكلها بالحرف، لانك بتفترض انك هتمضي عقد من جديد بنفس المواصفات. ده فرض مش حقيقه. احنا بنفترض ان عايزين نساوي المدد،
فهنعمل ايه؟ هنسويها وكل واحد معاه المعايير او الخصائص الخاصه بيه. فهمت الفكره ايه؟ او الفلوس اللي اتدفعت فيها. نجيب الليست، معلش قبل ما اكمل، خلاص انت رسمت اللاين الكبيره ابو 18، واللاين الكبيره ابو 18 تعمل ايه بقى؟ ترجع لدرس الايكوال اللي هو اول النص الاولاني من الفيديو اللي احنا بنشرحه النهارده. تقوم لامم كل الاسهم وتصبها عند البريزنت، وتلم كل الاسهم وتصبها عند البريزنت، واللي في البريزنت يديك تكلفه اقل، يبقى هو ده الخيار الافضل. اجيب بقى ازاي لو عندي رقمين، وهو ده غالبا اللي بيجي في الامتحان، يا رقمين دايما يعني او نادرا لما يزود عن كده، ولو زايد هتعرف تخمن يعني، بس خلينا في رقمين دلوقتي. هديك تريكه كده تحسب بيها ال LCM دي، ال 6 وال 9 مثلا. نحسبهم ازاي؟ قال لك بسيطه، اكتب كده 6 وال 9، عايزين اول رقم او اقل رقم، الليست اقل رقم يقبل القسمه على الاثنين دول، يعني الاثنين دول من مضاعفاته. فتقوم قايل 6 و9 وتقوم شارد خط كده. تشوف مين الاعداد الاوليه بالترتيب، الاعداد الاوليه هي مين؟ هي الاثنين، الواحد طبعا مش عارف الاولاني، 2 3 5 7 عندك بعدها 9 لا 11، مش تحتاج اكتر من كده كفايه عليه. تمسك العدد الاوليه دي وتبدا تتشيك من من اصغر واحد وانت طالع، مين الرقم اللي الاثنين يبقى له الاسم عليه؟ هل الاثنين يبقى له الاسم على الاثنين؟ لا، يبقى تستبعد الاثنين. بيبقى له الاسم على 3؟ قال لك اه، يبقى تقوم كاتب هنا 3 وتقسم كل واحد فيهم عليه، يبقى 6 على 3 يديك 2، تكتب هنا 2، 9 على 3 يديك 3، لحد ما توصل لعددين مستحيل تجيب حاجه يبقى له الاثنين عليها الاسم. يعني الاثنين والثلاثه مفيش رقم ابدا اصغر منهم طبعا، ما احنا مش هينفع اكبر، فاهم الفكره؟ عايزين اصغر، مفيش رقم اصغر من الاثنين والثلاثه، الاثنين في نفس الوقت بيبقى له اسم عليه. هل مثلا ايه يعني، ايه العدد اللي ممكن من دول تعرف تشتغل عليه زي ما اشتغلنا على الثلاثه مع السته والتسعه كده؟ هل مثلا الثلاثه الاثنين بتقبل عليها؟ لا طبعا. هل الخمسه؟ سبعه؟ لا. لما توصل للحاله دي ان الارقام مش عارف تعمل اسم ثاني عليها، تقوم عامل ايه بقى؟ تقوم شارد خط كده اهو على شكل حرف ال، مش ليست؟ اه، على شكل حرف ال، وتضرب الارقام دي كلها في بعضها، 3 في 2 في 3 يدي لك كام؟ 18. اي خدمه. يبقى ال 18 هي الرقم اللي تقدر تجيب بيه مضاعفات للسته ومضاعفات للتسعه. واحد يقول طب ليه مش 36؟ ما هو الدرس بيقول لك على فكره لو عملت 36 تبقى صح، صح جدا كمان. لو واحد اشتغل بدل 18 سنه 36، بس هل ده يعني هل ده كده هيبقى عقل؟ بدل ما اعمل لاين في 18 سنه اعمل لاين في 36؟ ده احنا هنقول لك دلوقتي اصلا ان ابو 18 ده هيبقى صعب في الحساب. انت متخيل انت بتحسب 18، بتحسب 6 سنين فيهم مثلا كام دفعه؟ 6 دفعات بس بقى ايه مضروبه في 3، يعني تحسب 18 دفعه، 18 سهم هتحوله. طب ده ليه يعني هتخليهم 36؟ فاهم الفكره؟ عشان كده قلنا ليست. ده الطريقه اللي هنحدد بيها الاول الحاجه اللي هنساوي بيها التو الترناتيفز في المده الزمنيه. طب سويناهم نعمل ايه بقى؟ يبقى نرسم الكاش فلو دايجرام للمده النهائيه اللي هم متساويين فيها دلوقتي، ونجيب كله التوتال عند البريزنت، ونحسب الـ الاقل فيهم هو ده اسمه ايه؟ هو ده الافضل. امثله؟ تعال نشوف. ادي المثال الاول، بيقول لك اكمباني في شركه، هو مديك هنا مثال على انك تعمل ال سي ام ازاي، بس ما شرحلكش تجيبها ازاي، هو قال لك كده يعني بالحب يعني. جرب. اكمباني في شركه discusses renting a place، بتناقش انها تاجر مكان معين للفرع الجديد بتاعها. واخد بالك مفيش اي مكان المره دي، بس انت فاهم الكونسبت. There are two alternative location. اه حلوه كلمه alternative دي، في بدائل، في اماكن هيبقى قدامهم كذا اقتراح، ناجر في المريوطيه ولا العلمين ولا الساحل، فاهم الفكره؟ ثلاث اماكن. لوكيشن الاولاني منهم اللي الرنت بيريود بتاعته 6 سنين، مده التاجير هتبقى ناجره 6 سنين، واللوكيشن بي هناجره 9 سنين، يعني العقد بتاعه بيبقى 9 سنين للايجار. بص بقى، هي مفيش غير تو الترنتيفز بس. المبالغ اللي هتدفع عباره عن ايه بقى؟ محطوطه في الجدول اللي تحت. ونسبه الربح 15%. بص بنقرا المسائل ازاي، تلاقي نفسك خلصت المساله في نص الوقت اللي زميلك خلصها فيه لانك بتقرا صح. 15% دي نسبه الربح، الام اي ار ار، او اللي هي مينيمم اكسبتابل ريت اوف ريتيرن، معدل المعدل الادنى للعائد من الربح، او العائد وخلاص، لمعدل العائد. مش عارف اترجمها ازاي الصراحه. المهم بيقول لك بقى ايه، في اخر 6 سنين من اللوكيشن ايه، من مده اللوكيشن ايه، هتاخد ايه؟ ديبوزيت ريتيرن، يعني هتاخد ارجاع. بدل هنا بقى الشقه مش هتتباع اكيد، لكن بيقول لك اما تيجي تخرج مش هيديك خليه ورجل، يعني انا صاحب العماره عايز اخرجك، هي الثقافه اللي انت واخدها من المسلسلات القديمه دي، فبدي لك فلوس زي السالفج في المكن، كنا بنبيع المكنه خرده، هنا بقى اما اجي اخرج من الشقه اللي انا ماجرها بيديني فلوس كرم كده، مش عارف بقى ايه بقى، مبنيه على مبدا اقتصادي كده مش هشرحه دلوقتي. هاخد كام الديبوزيت ريتيرن ده؟ 1000 جنيه او 1000 دولار، ولكن في اللوكيشن بي هيديني وانا ماشي بعد 9 سنين يديني كام؟ 2000. ما انا اكيد قعدت مده اطول فلازم يكرمني وانا ماشي 2000 دولار، وكل الكوست اللي كل القيم اللي هتدفع بقى في السكه مكتوبه في الجدول الاتي. طيب تعال نقرا الجدول وتعلم كيف تقرا الجدول. بص يا عم،
اللوكيشن ايه؟ قال لك اول مره في الفيرست كوست، اول اللي هو في الحاضر دلوقتي، هندفع دي معناها سالب. السالب ده مش معناه انت هتحط رقم سالب، معناه انك هتدفع، فتكتبه بموجب عادي، تكتب 15000 بس دفع مبلغ الاولي، يبقى سهم لتحت وفي 15000 عند سنه زيرو لسه ببدا من دلوقتي، عشان كده اسمها فيرست كوست. والانوال رنت الايجار الشهري، الايجار السنوي 3500 كل سنه، برضو لتحت كل الاسهم لتحت. طيب و اسمه ايه، وفي حاله والديبوزيت اللي هيعود عليا 1000، وبعد اخر السهم خلاص ما يخلص، بعد ما اخلص 6 سنين في الاخر اخد 1000 جنيه بس السهم بتاعها لفوق. يبقى كده في البدايه في سهم لتحت اهو، هتلاقي اهو الشكل، بس استنى قبل ما نوصل بس ليه. يبقى سهم لتحت، تعالى نوصل هنا اكتب، انا مش كاتب الحل بتاعها، ادي السهم الكبير اهو 6 سنين عند السته، او من البدايه خالص في فيرست كوست، وكل سنه في مبلغ، وفي الاخر في مبلغ هاخده منهم اللي هو الديبوزيت ريتيرن، ده الرسمه التخيليه بتاعت الست سنين. حلو قوي. طب اللوكيشن بي، هدفع 15 في الاول، كل شهر كل سنه هدفع 3100، في الاخر خالص هاخد 2000. شفت بنقرا المساله ازاي؟ في الاخر خالص اللي هو ايه، اخر سنه خالص اللي هي سنه التاسعه، تقوم كاتب الكاش فلو ديجرام بتاع دول. تقول لي بس ثانيه، انت قلت لي لازم عشان اعمل حته ان الم الفلوس واوديها عند البريزنت يكونوا ايكوال، دول مش ايكوال، التسعه غير السته، دي مدتها 6 سنين ودي 9 سنين، فطبيعي اما تيجي تحسب هتبقى دي اكبر، فانت كده ظلمت اللوكيشن بي. فايه الحل؟ قال لك بص يا عم، هنسويهم ازاي في المدد؟ بالال سي ام. طب هو ممكن في طريقه ثانيه، في طرق ثانيه، بس هو هيحدد لك يقول لك يوزنج ال سي ام، هو قال لك اهو، فلازم تستخدم ال سي ام. ايه الرقم اللي لما اضاعف منه السته اجيب منها ستات كده كتير، والتسعه اجيب منها كذا تسعه، بحيث يدوني في الاخر توتال نفس الرقم. ايه اصغر رقم بقى يعمل الحركه دي اللي هو ال سي ام؟ يجيبه ازاي؟ قول له 18. حسبناه ازاي؟ تعالى أأكد لك على الفكرة. 9 6، شد خط، هنقسم ايه؟ اعداد الاولية الاثنين مش تنفع، التلاتة اقسم على التلاتة، هنا هيدي لك 6 × 3 × 2، 9 × 3 × 3، حرف ال ال. ليه عملت حرف ال ال وما كملتش اسم؟ لان مفيش حاجة اصلا هتعرف تقسم عليها الاثنين دول، تلاقي نفسك مش لاقي اي رقم يقبلوا الاثنين الاسم عليه ات ذا سيم تايم، فتقوم واخد حرف ال ال ده وتقوم ضارب التلاتة في 2 × 3. بالمناسبة حركة ال دي مش بتاعتي، يعني مش ابتكاري، فاهمني؟ عشان تفكر انا لما بكون حاجة بتاعتي بقول لك، ما تخافش. يبقى 2 في 3 ب 6 في 3 يدي لك 18. يبقى الرقم اللي يبقى الاسم او اللي ال 6 و 9 من الاجزاء بتاعته او هو من مضاعفاتهم هو الرقم 18. يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنفترض ان اللوكيشن ايه؟ هنأجره 6 سنين، في 6 سنين في 6 سنين. كل مره منهم هنعمل نفس العمليه دي، هندفع فيرست كوست انيوال رنت او ايجار سنوي، وهناخد في الاخر ديبوزيت ريتيرن. بنفترض ان الكيس دي هتتكرر 3 مرات ورا بعض عشان يدوني 18 سنه. وهنا هنفترض ان اللوكيشن بي هيتكرر نفس السيناريو بتاعه بس مرتين عشان يدوني نفس ال 18. يبقى الكاش فلو دايجرام هيترسم كام مره؟ بتاع دي هيترسم 3 مرات جنب بعض، كل مره فيهم شبه الثانيه بالحرف، وهنا هيترسم مرتين بس ايه؟ جنب بعض برضه، بحيث يديني 18 سنه 18 سنه، وعندها تبدا المقارنه. ليه؟ كده فعلا ايكوال، كده في عدل في المقارنه دي. جميل، اتعب تفهم حلو وتحل بعد كده براحتك، انا ممكن احل لك 10 مسائل وانت مش فاهم، فاقول لك اني عملت اي حاجه. قال لك ان 6 و9 الرقم اللي يجمعهم 18، وما قالكش هو جابها ازاي. فانا بعرفك طريقه سهله تجيب بيها الرقم، اي رقمين يعني. طيب الكاش فلو دياجرام بتاع اول واحده قال لك في 15000 انيوال بتاع فيرست كوست اهو مدفوع على الاسفل، وبعد كده شهري سنويا 3500 3500. السهم اللي مش مكتوب عليه ده معناه ان 3500 برضه، هو بس ناسي يكتبها او بيعبر يعني مدفوع بس انا مكسل اكتب. لمده كام سنه؟ 6 سنين. والسنه السادسه، بالله عليك ركز، السنه السادسه برضه هتدفع 3600. اوعى تفكر ان احنا هنيجي عندنا ما ندفعش مثلا، لا هتدفع السهم اللي تحت اهو. واخر سنه هاخد عندها 1000 جنيه كديبوزيت ريتيرن. جميل، شايف الشكل ده بقى؟ اضربه في 3، حطه لي نفس الشكل هنا ونفس الشكل هنا. تعرف تعملها؟ سهله، هنقوم جايين من اول السته، وانسى بقى اللي انت كتبته، اوعى تمسح حاجه، خلاص 3500 مكتوبه. فوقيها بقى هتقوم دافع فيرست كوست تاني 15000. و كل سنه من بعدها، من اول السنه 7 اهي، من اول السنه 7 8 9 10 11 12 كده 6 مرات، كل سنه كل مره فيهم 3600، وتيجي عند الاخر تقوم واخد 1000، وبعدين تعمل عقد من جديد تدفع 15000. بعد كده اكنك بتحكي حكايه، كل سنه هدفع 3500 ايجار، وبعد 6 سنين كمان يعني من 12 ل 18 هاخد 1000 جنيه كديبوزيت ريتيرن او خلو رجل، انا ناسف للمصطلحات دي. حلو كده، انت وصلت ل 18 سنه اللي انت محددها بال سي ام، انها الرقم المشترك ما بين التو الترناتيفز. تقف وتعمل ايه؟ تقوم رايح للوكيشن الثاني او الالترناتيف الثاني، تكتب له الكاش فلو بتاعه ازاي بقى؟ 9 سنين و9 سنين، يبقى اديك 18. اول واحده قال لك دفعت فيرست كوست 18000،
وسنويا 3100 3100 الى اخره. وفي اخر سنه اللي هي السنه التاسعه، ثانيه في واحد معدي بموتوسيكل مش عارف، عن سنه التاسعه خدت 2000. حلو، يبقى كده اول باكج قرر اضربها في اثنين بقى، قررها هي هي تاني بالظبط. فهاجي بعدها وخلي بالك عند سنه التاسعه في كام سهم؟ في ثلاث اسهم، سهم بتاع اخر دفعه من الايجار محطوطه، هو سهم صغير، والسهم بتاع السالفج اللي هي خلو رجل سميها كده، او اللي هي ديبوزيت ريتيرن. وبعد كده خلصنا بقى الباكج الاولانيه، وفي سهم تبع الباكج الجديده اللي هو الفيرست كوست. بعد كده ابدا اعد 6 سنين 9 سنين كمان من الايجار، 3100 3100 10 11 12 لحد ما وصل ل 18. 18 دي عندها ايه؟ عندها اخر دفعه من الايجار، وهاخد فيها الايه؟ ال 2000 جنيه بتوع الخلو رجل، او اللي هو الديبوزيت ريتيرن. كده كتبت 18 سنه، 18 سنه عندما يتساوى البديلين دول يتساوى فيه اسمها ايه في المده، عندما يتساوى البديلان في المده ساعتها تبدا فيه المقارنه. 18 سنه 18 سنه تبدا المقارنه. طيب نبدا المقارنه ازاي؟ سهله بقى، درس النص الفيديو الاولاني، تمسك كل الاسهم دي، شايف كل الاسهم دي، وتقوم دلقها عند نقطه الزيرو، وتمسك كل الاسهم دي بالدرس اللي فات وتقوم دلقها عند نقطه الزيرو. فلو انت هضمت الدروس اللي فاتت هتعرف تحل ده بسهوله. طب نحله ازاي؟ في بقى طرق هنا يختلف الناس بقى. ممكن واحد ياخد 3500 دي، بص هي مكرره كام مره؟ عد كده معايا من 1 لحد 18، يعني 18 18 من ال 3500 وكلهم قد بعض، يبقى ده يونيفورم سيريز. القانون بتاعه القيمه المتكرره 3500 على معدل الربح اللي هي 0. بوينت هو قال لك كام في المساله نسيت؟ قال لك الام ار ار ب 15% يبقى على 0.15. في افتح قوس 1 ناقص 1 زائد ار يبقى 1 و15 من 100 الكل باور سالب ان، يعني سالب 18. كده لميت كل ال 3500 حلو، ودلقناهم عند الزيرو. جميل، واخد ال 1000 اللي فوق مع ال 1000 اللي فوق مع ال 1000 اللي فوق، ممكن ترجعهم سيبريتلي كل واحده لوحدها، تدلقهم كل واحده تدلقها هناك بالقانون بتاع اول درس خالص، اللي هو ال 1000 دي اقسمها على 1 زائد اي كل باور ان، يبقى 1000 على 1 و1 و1 زائد 15 من 100 الكل باور 6. خلاص خلصت، وادلق دي بس هيبقى باور 12 في المقام، وادلق دي بس هيبقى باور 18. وممكن واحد ياخدهم كيونيفورم سيريز عادي جدا، كرقم بيتكرر بصوره دوريه، بس لو هتتلخبط بلاش. لان عايز اعرفك حاجه ودي اكدت عليك في الشرح بتاعت البارت 1، لما بنيجي نلم يونيفورم سيريز او جيومتريك او اي حاجه بنقول ان بنصب الناتج قبلها بخطوه مش بسنه. يعني ايه بخطوه؟ انا خطوتي في ال1000 دي مثلا لو هاخدها يونيفورم سيريز، ده معلومه ليك، خطوتي كام؟ ادي 6 سنين، ادي 6 سنين عشان رحت ال1000 الثانيه، 6 سنين عشان رحت ال1000 الثالثه، يبقى كل خطوه بسته. لما اجي المهم واقول لك ادلهم قبلها بخطوه، تقوم دلق قبل اول واحده فيهم بخطوه، يعني قبلها بست سنين. اللي حافظ بيضايقنا، اللي فاهم بيريح. هتدلو عند الخمسه هديك صفر، فاهم الفكره؟ لو انا دكتور يعني. فركز في الحته دي، فعشان كده قلنا ايه؟ رجعهم سبريتلي، حتى هو الدكتور نفسه مريح الدنيا ومرجعهم سبريتلي. مرجع كل واحده لوحدها عشان ايه؟ ما يلخبطكش. هو قطع الدكتور يعرف يرجعهم مباشره، فاهمني؟ طيب وعندي بقى ايه تاني؟ عندي 15000 هنا و15000 اللي هنا، هنقوم مرجعينهم هما كمان لعند الزيرو. هتلاقي الموضوع رخم شويه بس ايه؟ سهل برضه، مفيش صعوبه يعني. طب كله رجع عند الزيرو، ايه اللي يحصل؟ تقوم قايل هات السميشن، هات مين الكبير ناقص الصغير، اللي فوق ناقص اللي تحت، او اللي تحت ناقص اللي فوق. التوتال اللي يطلع لو اللي تحت هيبقى ده الكوست بتاعتي التكلفه، طلعت مثلا 5 وفي الكيس 2 دي طلعت 10، يبقى مين احسن؟ ابو 5 اللي تكلفته اقل، اللي مكلفني قليل. طب حاجه ثانيه عايز انبه عليك فيها، الالفات دي كلها سهمها لفوق ترجع عند الزيرو سهمها لفوق، كل الاسهم اللي تحت ترجع عند الزيرو سهمها لتحت. طب كفهم ده كحفظ، كفهم بقى اللي انا خدته قدام كربح اكيد لما ارجع للحاضر واحب اجيب قيمه الربح اللي لو خدته في الحاضر هيبقى كام؟ هيبقى ربح برضه. واللي اتدفع في المستقبل لو حبيت اجيب قيمه دفعه لو كان في او قيمه دفعه لو كان في المضارع هقدر اجيبها ايه برضه؟ هتبقى دفع. فاللي تحت تحت واللي فوق فوق، الله على الحكم يعني. جميل، ده كله عشان تفهم الاولاني. طب التاني بسيط بقى، نفس الكلام، هتاخد كل ال 3100 باليونيفورم سيريز تصبهم عند الزيرو، وتاخد ال 2000 وال 2000 تصبهم كل واحد لوحده كده وتنجز نفسك عند الزيرو، والاول 10000 تصبها عند او 16000 وتصبها عند الزيرو. التوتال اللي فوق طبعا يرجع فوق، والاسهم اللي تحت ترجع لتحت، تقوم قايل اللي مع بعض ناقص اللي ضدهم، والتوتال اللي يطلع تشوفه مع تحطه في اتجاه كبير اللي انت شغال بيه ده الف ب كام وطرح. يعني لو في قوه بتاثر تحت ب 10 وقوه فوق ل 5 بتعمل ايه؟ بتقول 10 ناقص 5 واللي يطلع في اتجاه الكبير هيطلع لتحت، ما تقلقش هيطلع كوست. طلع الكوست دي مثلا ب 10 واللي فوق كانت ب 20، يبقى دي الايه؟ الاحسن، لان دي تكلفتها اقل. الخ، يبقى هنقارن. تعال بقى نشوف التطبيق. بص يا عم عمل ايه؟ صغر الشاشه كده بسرعه واقرا معايا بسرعه. طريقته هنا الشغل مش حلوه في حته الاشارات، انا الصراحه يعني مقتنع بطريقتي اكتر. رجع بطريقتي واسمع الكلام، رجع كله كانه موجب بس حدد الاتجاه السهل.
اللي فوق يبقى فوق واللي تحت يبقى تحت، سيبك من الاشارات سالب وما سالبش، رجع كله كانه موجب عادي خالص، الالفات كلها موجبه وال 3500 كلها موجبه، كله رجع كانه موجب، بس الاتجاه السهم تحت ترجعه لتحت وتحط قيمته موجبه، والاتجاه السهم لفوق يرجع فوق وقيمته موجبه، وهتلاقي الحل صح باذن الله. انا ممكن اكتب لك الورقه بس هنطول في الوقت، فابقى اقرا اللي هنا، جرب اعملها بالطريقه اللي عملناها في المساله اللي فاتت، في المساله اللي حلناها فوق، وهتلاقي النتيجه هيطلع هو بالظبط. هو هنا الفرق اللي عمل ايه بس هقول لك انا. لما ترجع اللي فوق الكاش فلو دياجرام اللي فوق ده، لما ترجع الفلوس في الاول هيبقى ال 15000 اللي هنا لتحت، ومعاها ال 16000 لما ترجع، ومعاها ال 3500 لما ترجع، يبقى معاها مين؟ معاها حاجتين، يبقى هيبقوا نفس الثلاث حاجات دول بنفس الاشاره اللي هي 15000 سهم لتحت، وتوتال ال 3500 هيبقى سهم لتحت، وال 16000 16000 هيبقى سهم لتحت. يا بص بقى هتلاقيه مدي ال 15000 سالب، وال 3500 لما ترجع سالب، وال 15000 وال 15000 برضه سالب، اهو الاثنين دول سالب، يبقى كلهم ليهم نفس الاشاره عشان هم باصين لتحت، سالب بيعبر ان هم باصين لتحت. طب مين باصص لفوق؟ ال 1000 وال 1000، عشان كده مديهم اشاره موجبه. هي ال 1000 دي لما رجعت، وال 1000 دي لما رجعت، وال 1000 دي لما رجعت، 3000 لما رجعوا، ال 1000 الثالثه تحت اهي. فالمهم انك اشتغل باي زي ما تحب، بس هو هنا بيعبر عن اللي تحت وفوق دي باشارات، انا بعبر عنها بالرسمه بالكونسبت نفسه. طب واللي تحت دي نفس الكلام، هترجع 3100 ويبقى السهم بتاعهم لتحت، ويبقى معاهم ال 18000، وال 2000 وال 2000 يرجعوا ويبقى سهمهم لفوق، وتقوم عامل تساوي ما بينهم وتجيب التوتال، واللي التوتال بتاعه يطلع اقل اذا هو محتاج من تكلفه اقل، يبقى هو ده الاختيار الانسب. دي الطريقه الاولى من الطريقه من التعامل مع الحاجات الان ايكوال او النون ايكوال. بس انا اشوف احنا عدينا قدنا الوقت يا حلاوة، انا عايز اقفل الفيديو ساعه وما تطولش يعني. انا لو معايا وقت والله كنت عملت لك شغل اعلى بكتير، بس يلا بقى ده المتاح، الامتحان بكره. اني هو الكوست اناليسيس، نرجع تاني عشان ما تنساش، ارجع هنا لا تنسى تلك تلك الايه المشكله. يعني احنا مشكلتنا ان السنين مش متساويه، فالقياس او المقارنه تبقى غير عادله، فاتفقنا ان عشان نعمل المقارنه العادله محتاجين حاجه من اتنين، يا نسويهم في المده، يا نريح نفسنا اصلا من توتال المبلغ. لا احنا عايزين مبلغ سنويا، توتال المبلغ هيبقى غير عادل، لكن المبلغ سنويا هيبقى عادل. او حسام اي حد فاهم الفكره. فلو انا قلت لك مثلا الشقه مطلت 3 شهور دي، فاكرها؟ انزل تحت كده ثانيه هتلاقيني مدي المثال ده اهو، نفس المثال. لو قلت لك شقه ايجارها الشهري 100 جنيه وشقه ثانيه ايجارها الشهري 150، محتاج تقول لي مين، محتاج تفكر اكتر في مين احسن؟ لا مباشره دي الاحسن. تقول لي ليه؟ ما تستنى شوف انت هتاجرها كام سنه، مش تفرق معايا في حاجه. لو شقه موميه اجرتها 1000 سنه هتفضل هي افضل من الشقه ام 150. او ممكن نعكس بقى الكلام، نقول ايه؟ الشقه ام 100 هتفضل افضل من 150 حتى لو اجرتها مده طويله. مش هيفرق معايا، مش بدرس الدفع التوتال، انا بدرس انا هدفع كام في كل شهر. فاحنا هدفنا في المنهج ندرس انه خطه هي الافضل، مش انه توتال فلوس اكبر. عشان كده قلنا ان النون ايكوال بيبقى قياس غير عادل، فقلنا يا اما هنساوي السنين عشان يبقى التوتال ساعتها قياس عادل، او يا اما هنخلي الحاجه بير يونت تايم، نخليها لكل وحده زمنيه، نجيب احنا بندفع كام في الشهر او كام في السنه. يا رب تكون فهمتني. المثال اللي فوق هيفهمك احسن، ارجع كده. بص فاكر مثال الثلاث شهور بالثلاث شهور مش عارف ايه؟ انت عشان تقارن عملت ايه انت كبني ادم يعني؟ عملت ايه؟ شقه هاجرها ثلاث شهور ب 300 جنيه، هكتب كده 300 بالعربي كمان عشان ايه؟ او نكتبها بالانجلش اي حاجه. 300 ثلاث شهور ب 300 لان الشهر بكام؟ ب 100. يبقى التوتال 300 في حاله الثلاث شهور. طب لما اجر شقه ثانيه سنه ب 1100 يبقى التوتال 1100. ينفع تقارن بين التوتال ده؟ قال لك لا ما ينفعش. لا اما تخليهم نفس المده وعندها تقارن بين التوتال، لا اما تجيب الحاجه بير يونت تايم. طب خلينا الاول نفهم النقطه الاولانيه. لما نخلي الثلاث شهور سنه هيبقى 300 و300 و300 يعني 300 في 4 هيدي لك كام؟ 1200 في السنه. تقدر تقارن 1200 في السنه ب 1100؟ تقول لي ايوه صح حلو، يبقى ال 1100 اكيد احسن. طيب ده الاختيار الاولاني، ده اللي احنا شرحناه دلوقتي، اللي هو كبرنا الخط او اللاين بتاع الكاش فلو عشان نعرف نقارن. واحد تاني قال لي لا ده انا هجيب الشهر الواحد بدفع فيه كام؟ فهنا ثلاث شهور ب 300 يعني الشهر الواحد ب 100 جنيه. وهنا 1100 في سنه يعني الشهر الواحد بحوالي 95. يا مين احسن؟ ابو 100 ولا ب 95 في الشهر؟ اكيد ابو 95 احسن. يبقى الطريقه الثانيه انك بتجيب الحاجه باليونت تايم. يا رب تكون فهمتها. نجيب بقى ازاي الحاجه باليونت تايم؟ والله لو قفلت الفيديو وحاولت تجيبها لوحدك لا تعرف. فكر فيها براحه هتعرف تقول ماذا كيف بدا العلم. هي دي. قال لك ببساطه يا معلم هنعمل ايه؟ بص مش هتساوي السنين ولا حاجه، هتمسك المساله وتجيب التوتال، تجيب التوتال اللي قدامك. هو مدي لك كاش فلو دياجرام، ده 6 سنين ده 9 ده 50، احسب التوتال وخلاص. التوتال ال 6 سنين دي اما نجيب التوتال كله ونلمه هيصب عند الزيرو برقم.
ولما نجيب التسع سنين دي ونجيب التوتال الاسهم اللي عليها كلها ونصبها عند الزيرو هتطلع برقم ينفع نقارن بين التوتال ده والتوتال ده؟ قال لك لا، ده زي ال 300 وال 1100 في المثال اللي بتاع الشقق، فما ينفعش نقارن بينهم. امال ايه الحل؟ نجيب القيمه اللي ال 300 دي لو اتقسمت على 6 سنين تدينا كام؟ والقيمه اللي هنا لو اتقسمت على 9 سنين تدينا كام؟ بس هو قسمه طبيعيه يعني بنقسم كده بسط ومقام؟ قال لك لا، قسمه فيها عامل الزمن. طب ده نحسبه ازاي؟ بالقانون اليونيفورم سيريز، بالقانون بتاع المنهج اللي هو ايه؟ هفترض اني هدفع، هفترض كده ان الهيصه دي كلها تكافئ مبلغ شهري بيدفع او مبلغ سنوي بيدفع، والمبلغ ده ثابت اسمه ايه 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 الاخ لكام كام سنه؟ لنفس عدد السنين، 6 6. هقول بقى انا لو هدفع التوتال اللي خدته هنا ده لو هدفعه سنويا هيبقى المبلغ السنوي ده كام؟ هو ده بقى الطريقه اللي بنحسبه بيها. بنقول لو بنفترض ان هندفع مبلغ سنوي اسمه ايه؟ مبلغ ثابت، ونبدا نجيب اللي جبناه من هنا التوتال ونجيب التوتال من هنا ونساوي التوتالين ببعض. التوتال من هنا هيبقى رقم وهيصب عند الزيرو، لكن التوتال من هنا هيبقى داله وهتصب عند الصفر. تعرف تجيب التوتال ده هيبقى عباره عن ايه؟ ايه على الاي في واحد افتح قوس في واحد ناقص واحد زائد اي كل باور سالب ان، ده التوتال. هتساوي التوتال ده بالتوتال اللي طلع من هنا، تعرف تجيب منهم مين؟ تعرف تجيب الايه؟ التوتال اللي هيطلع من هنا هو البي اللي هو الرقم اللي هيصب عند الزيرو، هيبقى بي قيمه يعني. واللي هيطلع من هنا هيبقى زي ما قلت ايه على اي في واحد ناقص واحد زائد اي كل باور سالب ان، تساوي الطرفين ببعض يبقى مجهول الوحيد هو الايه. يبقى انت حصلت على القيمه الشهريه او السنويه، القيمه السنويه اللي لو دفعتها بشكل دوري لنفس المده هحصل على نفس التوتال. شفت السرعه، تعريف السرعه المنتظمه والحاجات المتوسطه المنتظمه مش عارف ايه، يقول لك هي السرعه اللي انت لو مشيت بيها بشكل ثابت في نفس المده هتديك نفس التوتال ايا يكن يعني. فنفس الكلام هنا، تعريف الاي دي هي المبلغ السنوي اللي لو دفعته لنفس المده الزمنيه ويكون بمقدار ثابت هيديني نفس التوتال. بس كده تحسب الايه في كيس 1، تحسب الايه في كيس 2، تقارن بينهم، واللي الايه بتاعته تكون اقل يبقى كني ايجاره السنوي او الشهري كان اقل، فيبقى هو الايه هو الاختيار الافضل. انا بقى وجع. تعال نشوف المثال وبالمثال يتضح المقام. تعال يا حاج مستمع، اسمها انيوال كوست زي ما قلنا او الربح السنوي. بيقول لك نفس المساله اللي فوق، نفس المساله بالظبط اللي هي احنا عملنا 9 و6 و9 خليناهم 18 و18 الطريقه على القيمه دي اللي هي كبيره جدا دي، ما تعملهاش الا لو قال لك اعملها، لو حدد لك تستخدم انا ومسد ما تستخدمش اللي فوق الا لما يقول لك. لكن لو ما قاليش اكيد دي اسهل. ايه الحل بقى؟ هاخد الست سنين واكتب الكاش فلو، دفعت في الاول 15000 وقال لي من الجدول الكلام ده جبته من الجدول ان انا سنويا هدفع 3500 لحد 6 سنين وبعدها هاخد 1000 جنيه كعائد كايه سالفج او اللي هو خلوي رجل ديبوزيت ايا يكن. وفي الكاش فلو الثاني بتاع الكيس 2 9 سنين هدفع اول مره 16000 مش عارف ولا 18000، وبعد كده 3100 كل سنه، بعد كده في الاخر هاخد 2000 جنيه ديبوزيت. اعمل ايه بقى؟ لم ده كله على نفس الايه عند البريزن، ولم ده كله عند البريزن. نلمه ازاي يعني؟ ال 15000 جاهزه عند البريزن، جميل. ال 3500 ده قانون اليونيفورم سيريز، تقوم عامل دايره عليهم كده اهو وتصبهم عند الزيرو بالقانون بتاع اليونيفورم سيريز، هيطلع لك قيمه برضه. وال 1000 تصبها عند الزيرو بقانون اول درس خالص، 1000 على 1 زائد اي كل باور ان اللي هي هنا 6 سنين. جبت التوتال عند الزيرو، حلو. مين التوتال ده بقى؟ تعمل سميشن، تجيب اللي فوق ناقص اللي تحت او تحت ناقص اللي فوق، المهم انك تجيب التوتال بتاعهم تصفيهم، هيدي لك رقم. ده البي، ده القيمه الحاضره، ده التوتال. حلو التوتال ده خليه معاك. تقول بقى ايه؟ هفترض لو كان الست سنين دول بدفع مبلغ ثابت كل سنه، اهو بدفع مبلغ ثابت، بص اهو ايه اللي تحت ايه اللي تحت ايه اللي تحت سنويه، المبلغ الثابت ده هيبقى بكام؟ تقول لي سهله، لم المبلغ الثابت ده كله ووديه عند الزيرو، واكيد التوتال لازم يكون نفس التوتال. طب اما اعمل نفس الحركه دي اصب ده ازاي بقى عند الزيرو؟ هتقول ايه؟ ما اعرفهاش، على اي اعرفها، في افتح قوس واحد ناقص واحد زائد اي كله عارفه، الباور سالب ان برضه عارفها، يبقى المجهول الوحيد هو الايه، وتساوي التوتال اللي طلع من دي بالتوتال اللي طلع من هنا، يعني تساوي البي عند الزيرو بالبي عند الزيرو، بس هنا هتبقى بي فيها فاريبل وهنا البي دي رقم. ايه اللي هيطلع معاك؟ كام؟ قيمه الايه؟ شكرا، جبت قيمه الايه؟ يعني جبت القيمه اللي هدفعها سنويا وكاني كنت هدفعها سنويا زي الايجار الشهري اللي قلنا عليه. طب وفي الحاله 2 نفس الكلام، هتلم كل دول عند الصفر وجبت البي، وتلم القانون اللي انت فرضته ده عند الصفر، جبت رول ليه فيها ايه فاريبل، تساوي الطرفين ببعض عشان تجيب القيمه السنويه اللي لو اتدفعت بصوره مستمره ومتساويه هتديني نفس التوتال بتاع ده، يبقى سنويه التوتال بالتوتال. جبت قيمه الايه؟ جبت قيمه الايه؟ نشوف مين اللي فيهم اقل، يبقى هو ده الخيار الافضل بالنسبه لنا. اتفرج على الحل ده ومل عينك منه، افهمه حلو، وخش انت حل المثال الثالث من نفسك والرابع مع نفسك بقى. خلاص مثالين، اقول لك حاجه، تعالى حل معاك واحد منهم وانت حل واحد بس، يعني هسيب لك واحد انت تحله وانا احل معاك واحد دلوقتي. بص يا عم بيقول لك ايه؟ المثال ده يقول لك اللي هرافه هنا هيتلخص في الكتابه تحت، دفع 5000، انت بقى وظيفتك تحول ده للكاش فلو ده، ما
اظن الموضوع سهل، هيقول لك ان 5000 دي ايه الفيرست كوست اهي، يعني هي بتروح الحاجات المهمه، والاي او سي المبلغ اللي هتدفعه سنويا 1000 جنيه، ومده الدفع 5 سنين، السالفج 500، خلصت نص المساله في 5 ثواني. ده طريقه القرايه الصح بقى، تنجز نفسك كده، بس طبعا خليك باتقان شويه. الماشين 2 هدفع في الاول 6500 سنويا 300 جنيه 100 في اخر الايه؟ في اخر لا 300 في اول مره وبتزيد بمقدار 100، يعني هنا بقى في جراديانت، في تزايد، مش قيمه ثابته اللي هدفعها، لا ده انا بدفع 300 بعدها السنه اللي وراها هدفع 400 500، يعني الصيانه ثمنها بيزيد. الدولار عالي لو انت ما تعرفش يعني، بس لمده 6 سنين. تقوم راسم ده على الكاش فلو قدام عينك اهو، وفي الاخر هاخد 650، يا في الاخر هاخد 650. رسمت الكاش فلو، الكاش فلو الاي قال لك ب 12%، جميل. ابدا بقى نعمل ايه؟ عايزين نقرر بين الاثنين دول ونشوف مين الافضل. ده 6 سنين، ده 5 سنين قصدي، ده 3 سنين. هنا خدت دفعت مبلغ الاولاني 5000، هنا 6500. خدت دفعت مبلغ سنوي بعدها 1000 1000 1000، وفي الاخر خدت 500 كسالفج او بعت المكنه يعني، وخدت المبلغ بتاعي. وهنا خدت 650 بعد 6 سنين، لان زي ما هو حكى لي في المساله فوق. اعمل ايه في الاثنين دول؟ قدامك حل من اثنين، يا تشتغل بطريقه ال ال سي ام، انك تساويهم في السنين ببعض، فتجيب ال سي ام بتاع الرقمين دول المسحراتي جميل، وده طريقه معقده زي ما قلنا مش هنشتغل بيها، يعني امتى الرقم بتاع دول هيطلع مش عارف 60 ولا كام بقى 30 قصدي، هيطلع رقم معقد، فاكيد مش هعمل خط فيه 30 خانه. الحل ايه؟ نشتغل بطريقه النهارده اللي هي الطريقه بتاعت ال انيوال كوست، يعني عايزين نجيب الرقم السنوي كام، هنقوم لمين التوتال ده كله ونطلعه عند الصفر، ونلم التوتال ده كله ونطلعه عند الصفر، حلو؟ وناخد كل واحد منهم، نفترض ان كان هيدفع فيه مبلغ سنوي مقداره ايه؟ ايه مثلا بتاعت الايه؟ الماشين 1 وايه بتاعت الماشين 2؟ ونجيب المبلغ السنوي اللي كان هيدفع هنا بحيث يديني نفس التوتال، والمبلغ السنوي اللي هيدفع هنا بحيث يديني نفس التوتال، واذا تقارن بين الايهتين يدي لك مين هيبقى احسن. جميل قوي. وظيفتك بقى انك تقوم راجع بارت 1 وتعرف ازاي تصب ده. 650 دي عند الزيرو جاهزه، 650 تدلي عند الزيرو بالقانون اول درس خالص، 650 على 1 زائد اي كل باور ان، والجراديانت ده بيدلي ازاي؟ ارجع بقى للدرس بتاع الشرح، لاني كنت بدلقه بطريقه سهله قوي. بنقول انسى السوالب، مفيش سوالب هنا. هندلقه ازاي؟ 300 بقت 400 بقت 500 بيزيد مقدار 100، يبقى تقوم قايل ال 100 دي هي الجي، وتقوم كاتب نفس القانون اليونيفورم سيريز ومزود عليه حته بتاعه المثلث. ازاي؟ اكنك تعالى كده فوت تسمع الشرح، انا مش عايزها تاني فاهمني؟ اكني قلت ان انا عندي لا درو يا عم درو، اكني قلت عندي الشكل بالمنظر ده، الدفعات بالمنظر ده صح؟ عمال تتزايد كل مره، فكاني بقول ايه؟ لكني بقول انا هاخد جزء كده بالعرض، والجزء ده هيبقى نفس القيمه. ركز في الكلام، دول بديهم من نفس السهم اصلا، بديهم من عند الخط، مبلغ بيدفع صح؟ فاكني شديت خط افق كده وقلت ده عباره عن ايه؟ مستطيل، فهو كانه يونيفورم، فاشتغل قانون اليونيفورم، هتلاقي اول جزء من القانون فعلا شبه اليونيفورم بالظبط. طب والزياده اللي هي المثلث اللي تحت ده؟ ده مقدار جديد، مقدار المثلث ده هو التزايد بقى، فتلاقي قانون الجراديانت بتاع الارثمتيك هو نفس قانون اليونيفورم بس زايد عليه حته اللي هي حته المثلث اللي تحت. تجيبها ازاي؟ جي على اي قانون محفوظ، هتلاقيه في الفورمولا شيت، تفتح قوس تحط فوق واحد ناقص مش عارف واحد زائد اي الكل باور سالب ان على اي ثانيه ناقص ان في واحد زائد اي الكل باور سالب ان، روح شوفه من الفورمولا شيت، انا مش فاضي اكتبه الصراحه، الماوس مقرف. حلو، جبت الاي من هنا، يعني صبيت ده كله عند الصفر وصبيت ده كله عند الصفر، فرضت هنا اني كاش فلو جديد بنفس عدد السنين اللي هي 5 سنين، والمبلغ السنوي ثابت اسمه A1، وفرضت هنا نفس عدد السنين اللي هي 6 سنين ومبلغ ثابت اسمه A2، هات لي الاي 1 اللي لما لمها بالمبلغ الثابت للست سنين الخمس سنين دول تديني نفس التوتال اللي الرسمه الاصليه ادتهوني، وهات لي الاي 2 من هنا اللي لما لمها لمده 6 سنين تديني نفس التوتال اللي هتدوني الرسمه الاصليه اللي هي كل الارقام دي. هتلاقيني حللها لك تحت هنا اهو، او الدكتور يعني حللها حسب الاي وحسب الاي، المبلغ السنوي والسنوي، الاي بي والاي اي بتاعت المكنه 1 والمكنه 2، لان واحده منهم مين الاكبر؟ لان دي اصغر، الاي بي اصغر، يبقى الاي بي افضل، يبقى هي الاوبتيمم تشويس. روح حل دي مع نفسك وتاكد انك فهمت كله كويس، وحاول انزل لك حلقه اشرح فيها كابيتالايزد، لو ما لحقتش يبقى قدر الله ما شاء فعل، بس ان شاء الله هحاول اقعد دلوقتي اكتبها لك يعني. وقول لي في التعليقات كده الدنيا ايه اخبارها، لو في لو ليك اي تعديل او كده يلا، واهم حاجه دعواتك. ويعني حليت حلو ده كرم من ربنا، حليت وحش فده مش معناه ما تسيئش الظن في ربنا، برده يبقى كرم منه، عشان كده قلت لك دايما تدعي، دايما تدعي ربنا ان تحل كويس. كان تلاقي ابن عطاء السكندري، سيدي ابن عطاء السكندري كان يقول لك ايه؟ يقول لك اذا الهمك الدعاء فانما اراد ان يعطيك، لو ربنا رزقك انك تعرف تدعي فهو عايز يديك، فتوكل على الله وادعي بقى، حسب يديك ايه ممكن يديلك اجر في الدنيا، يحقق لك حاجه انت عايزها، طرق الاستجابه كتير يعني.
اهم حاجه تذاكر بنفس المفتوحه، ما حدش بيجري وراك. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.